عايم على عم اخوك انت يا حسن. انت غلطان يا عم كامل. انت كمان بتغلطني. هو ايه الدنيا جرى فيها ايه؟ خلاص ما بقاش في حد بيشوف، الكل عمي، عاوزينها تبقى على مزاجكم، ما حدش يبقى غلطان، الكل صح. انا همشي، مش عايزني اجيب لك اكل ولا حاجه. اكل من داركم ده ينزل في بطني كانه جمر من النار. اهو كلامك ده اللي خلى مروان يعمل فيك كده. انت فاكرني مسجون ولا محبوس ولا مش حر؟ لا 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 ابدا، ده انتوا اللي مساجين، انتوا اللي مش احرار. خليك عايم على عومه لحد ما ترسى على بره، بس خد بالك بره جهنم حمراء واسفل سافلين يا حسن، اسفل سافلين يا حسن. معلش اتاخرت عليك. لا ابدا مفيش حاجه. من الفجريه عايزك تنزل على مصر. خير؟ مفيده. اشمعنى؟ احنا هنخش قافيه لبعض، عايزك تاخدها تنقلها من المكان اللي هي فيه وتوديها مكان تاني خالص. لا ده لو مروان عرف هتبقى مصيبه. يا زكي ومين اللي هيقول لمروان؟ ما هي ممكن تكلمه. انت هتفهمها احنا بننقلها ليه؟ عشان مروان عايز يموتها، فهمت ولا اقول تاني؟ لا 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 لا، اصل هي وفريده حبايب. لا يا جدع جمد قلبك، ما تبقاش خرع، اعمل اللي انا بقول لك عليه ولما ترجع هديك عرقك. هو ده الكلام، عن اذنك. تكل. معلش يا عزت، مش قادر اقول لك كمل معانا اليوم وبات هنا. انت عارف البلد وعاداتها وتقاليدها، واحنا ستات لوحدنا، لو عرفوا انه في راجل غريب بات عندنا ياكلوا وشي يا ابني. ولا يهمك يا ست كريمة، انا كان كل اللي يهمني ان انا اجيلك لحد هنا واعزيكي. لا عزا ايه، ما قلت لك مفيش حاجه زي كده. انا اسف، اصل انا اللي مستغرب له يعني ان طول السكه كانت شاهده بتعيط. معلش الخبر وصل لها غلط. طيب طالما بقى مفيش عزا انا هقوم اتوكل على الله واسافر يعني، وانا في النهار كده قبل ما الليل يخش احسن برضو، لانه سفر الليل بيقبض القلب. ربنا يستر. انت ما تأمرنيش باي حاجه انت وشهد. لا متشكره يا عزت. طب بالنسبه للقضيه؟ انساها يا عزت انساها. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ اللي انت سمعتيه يا شهد. مش عايزه الناس يقولوا عبد الله مات من هنا وكريمه رفعت قضيه على عم البنات ده برضو عمهم. لا 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 الناس تاكل وشي. وعلى فكرة يا عزت معلش، مش عايزة رجلك تدب هنا كتير حبيبي، عشان الناس وكلامهم واحنا قاعدين لوحدنا، دول لو عرفوا ان انت وصلت شهد سيرتها هتبقى على كل لسان، وانا مش ناقصة يا ابني. نعم زي ما سمعت كده. معلش يا عزت ما تزعلش مني. مفيش مشكلة ست كريم، اشوفك على خير. انست وشرفت. مع السلامة يا شهد. مع السلامة. اتفضلي. معلش يا عزت. لا مفيش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا شهد؟ حطي في اعتبارك من هنا ورايح مفيش نزول مصر تاني. يعني ايه يا ماما؟ اللي انت سمعتيه ده. ماما انا لا يمكن اعيش هنا. انا اللي اقول تعيشي فين وما تعيشيش فين، فهمتي؟ لا انا مش فاهمه حاجه، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ الحياه بالنسبه لي هنا مستحيله. انا قلتها كلمه ومش هتنيها. مفيش نزول مصر يعني مفيش نزول مصر. يعني عايزين اعيش هنا فين؟ وانا يا بنتي بقول لك عيشي في الزريبه. بقول لك عايزه اكتب جنبي. انت واخواتك تبقوا في ظهري، ايدينا في ايدين بعض. انا مش فاهمه حاجه، وبعدين ايه الكلام الغريب اللي انت قلتيه لعزت ده؟ يعني ايه مش هنرفع قضيه على عمي؟ انا مش هرفع قواضي. القواضي دي عملوها للناس الضعفه اللي ما بيعرفوش ياخدوا حقهم ولا يعرفوا طريق الحق فين. يعني هنسرقه ولا هنهدده عشان ناخد حقنا؟ لا انا عايزه عبد الحكيم يعرف
إن كريمة وبناتها أقوى منه مليون مرة. خلاص هيبة نأجر له بلطجية بقى علشان يهددوه. لو حكمت أعمل كده هعمل كده. ماما أنت عايزة إيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. بعدين أفهمك على كل حاجة، بس اللي أنا بقولهولك ده أمر مش طلب. يعني أنت شايفة كده؟ ومفيش غير كده. ست جبرية، ست جبرية، ما تخش يا دلال. سكرتي الباب ليه يا ست جبرية؟ عشان حد يفوت يفتح الباب وفي حد يستجري ياهو بالناحيه دي. الامر ما يسلمش يا بنت. سيق عليك النبي نخلص اللي احنا جايين له بسرعه. عيني خدي خبري. هتعديش فلوسك؟ حد وراكي برضو يا ست الكل؟ اها طب طلي على ذهبك. جوتي بي تمام. قولي يا دلال، هو المأمور خد كريمه وراحوا المجابر الشرقيه يدوروا على جتة عبد السلام، لقيوها؟ لا، وبيقول المأمور هاج وماج وراسه في ألف سيف يفتح كل الطرق عشان يشوفوا الجتة موجوده ولا لا. بس قالوا الموضوع ده محتاج تصريح. وايه تاني؟ ولا حاجه، سكتم بكتم، مفيش حد بيتكلم. باين عليه العمده نبه عليهم ما يتكلموش. اها العمده هيفوت على البلد نفر نفر ينبه عليهم حدش يتكلم. كفايه يقول لواحد في البلد ساعه زمن ومفيش حد هيتكلم خالص. يعني محدش هيقول اي حاجه في الموضوع ده؟ العمدة واصل وإيده طايلة، محدش يقدر يتكلم. وعبد الحكيم خيره على البلد كلها، مين يقدر يقول له لا؟ صح، محدش يتكلم عنه، محدش يقدر يفتح خشمه. أمال أنت كيف فتحتي عينك فيا؟ لا عشت ولا كنت يا ست الكل. واللي عملتيه كان اسمه إيه؟ طمع في كرمك وفي محبتك. يعني أنا يا دلال لو ما عملتش اللي أنت عايزاه كنت هتعملي إيه؟ لا لا أنا جاية النهاردة أستسمحك وأقول لك حقك عليا. ساعة شيطان، سامحيني يا ست الكل، سامحيني. هاتي ذهبي وفلوسي. هسامحك ليه يا دلال؟ إيه اللي ممكن تعمليه يخليني انسى الحديث العفش اللي قلتيه؟ ابوس على يدك، ابوس على يدك، خرجيني من هنا. خايفه حبيبتي؟ ابوس على رجلك، ابوس على رجلك يا ست الكل، حقك عليا. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه يا ست جميل؟ ست جميل Thank you.
يا امي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله، كل خير. هو الواحد عاد بيسمع خير في البيت ده؟ احلى كوبايه لبن لاجمل شمس في الكون كله. اتفضلي. يسلم يدك. ماله ده؟ افرحي يا حمادي. بايه؟ افرح بايه؟ شمس حامل. جد جد حبيبتي، جد يا مبروك يا حبيبتي، مبروك. اه والله تعبت وديناها للدكتور والدكتور قال لنا ان هي حامل. لا 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 ما سخرتش، وانتوا ما تقولوش لحد، حتى لازم الفرح نكتمه في البيت الغم ده. غم وهم يا خالتي، بقول لك شمس حامل، ده احنا مستنيينك عشان نفرحك. ما تقولوش لحد، اياكي حد يعرف. ابوكي عارف؟ لسه ما حدش عارف في البيت كله. ولا تقولوا لحد، البيت ده مسكون بالعفاريت والهم. اكتمي خالص عشان ربنا يتملك على خير. ماما يا ريت ترجعي مطرح ما انت جيتي. ما تقوليليش ماما، انت لا بنتي ولا عرفك ولا عايزه اسمع حسك. اسمعيني بس يا ماما. وحيدك رحتي ترميتي في حضن عبد الحكيم والجبريه، رحتي اتجوزتي حسن الصايع. لما اقول لك انا كان قصدي ايه هتعرفي اني كنت بفكر زيك بالظبط يا كريم. اه بتفكري زيي بالظبط، عشان كده بعتيني رخيص يا ريتال، سلمت لهم دقني ورقبتي بالسائل، وبعتي اخواتك وبعتي عبد الله ونسيتيه. امشي امشي، انت بقيتي شبههم. ايوه بقيتي شبههم. امشي من وشي، بقولك امشي من وشي. يا ماما والنبي علشان خاطري اسمعي بس هي جايه تقول ايه. مش عايزه اسمع صوت ولا واحده فيكم. يا ماما يا حبيبتي ريتال كانت عارفه هي بتعمل ايه، وبعدين هي قالت لنا على كل حاجه. ممكن تسمعيها؟ تسمعي واللي يخش بيت عبد الحكيم يطلع منه بالساهل. بس اللي انا هقوله دلوقتي بقى يا ماما مش هيخليكي بس تولعي فيهم، لا هيخليكي تاكلي لحمهم ني. عايزه تقولي ايه يا بنت عبد الله؟ جبريه ملح هي اللي قتلت ابويا. مروان بيه. بيه جت فريده بره وعايزه حضرتك. روح انت يا بنت الكلب. ايه اللي جابك؟ عايز نسمع اللي بيحصل ده كله وما جيش اطمن عليك. قلت لك مليون مره ما تتصرفيش من دماغك. حسيت انك محتاج. روحي. هتيجي معاي؟ ما ينفع شيء. سمعت ان كامل كان هنا وروح. ما روحش بيته. انا عارفاك زين وعارفه بتفكر بايه، وبعرف انك هتعمل ايه من قبل ما تعمله. قصدك ايه؟ اني هموته؟ لا مش هتموته، بس هتحبسه. كامل مش حمل بهدله، ممكن يروح فيها.
هتنصحيني بايه تاني؟ قولي، انت مش ملاحظة انك ابتديتي تحشري خشمك في حاجات كتيرة؟ عشان خايفة عليك. كامل سره باكع ولو دعا عليك ممكن يأذيك. انت بقيت تصدعي يا فريدة، روحي. ايه؟ اللي سمعتيه بقول لك روحي وما فيش كلام تاني. انا مش هعتب عليك عشان الظروف اللي انت فيها. اسمع يا فريدة، دلوك تروح البيت وما تطلعيش منه تاني الا لما اقول لك. ايه هتحبسني؟ ولو رجلك خطت برا عتبة البيت هطلقك. انت واعي للي بتقوله؟ ايوه واعي للي بقوله وما فيش كلام تاني، ما فيش حد تاني. وانا ماليش قيمة عندك خالص كده؟ اسمعي اسمعي يا فريدة، انا خلاص خلاص زي ما قلت لك مش عايز كلام تاني. لا انا عايز افهم ايه اللي كنت بتقوله ده؟ بتقول كلام خلاص ولا انت واعي للي بتقوله؟ انا اتجننت خلاص، اتجننت خلاص، اتجننت. اللي بتقوله كلام مجانين. انا قلت لك مجنون مجنون. شيء يا مروان صوتك عالي ليه؟ مين فريدة؟ مساك الخير، زيارة ان شاء الله للمصلحة يعني. امشي انت دلوقتي يا ست فريدة. لا تعرفوا الاول جاي ليه؟ خير؟ كنت جاي عشان خاطر مروان. كده؟ يعني عينك؟ استغفر الله العظيم، فيش خشة اللي في عروقك ده؟ مية ولا دم؟ اللي هقول ايه؟ صح، ما انت ما عندكيش لا حكم ولا رابط. الحاكم والرابط يبقى ولدك يا ست جبرية. ما تتكلم يا سمروان، سكت ليه؟ عايزة يقول ايه؟ قصده هيه دي، رد يا كبير العيلة اللي حتسند عليه في يوم من الأيام. أنا مرته يا مرار الطافح، يا مرار الطافح. واحد خد بنت عدوتي والتاني خد دي، ومالها دي إن شاء الله. امشي يا فريدة، امشي. امشي يا فريدة؟ هو ده اللي قدرت عليه؟ قلت لك امشي. هما دول كلمتين اللي قدرت عليهم بدل ما تدافع عني؟ حد يعرف انك متجوزها؟ طلقها، طلقها. ولكنك شفتها في يوم من الايام، يا اما قلبي غضبان عليك ليوم القيامة. طلق لسانك من وسط حلقك وليا مجنونه صح؟ خلاص يا بنت الكلب، ما تكلميش امك ده، اطلعي. انت اتجننت؟ اطلعي اتجننت يا مروان؟ اطلعي. ايه الكلام اللي انت قلتيه لامك ده؟ خليتيها تقع من طولها، ده انا سايباها فوق نادي قاعده معاها، يا رب تهديها. هو ده اللي حصل واللي سمعته بوداني. ازاي بس؟ ما هي لو كانت اديته حاجه ولا شربته حاجه اكيد المستشفى كانت هتكتشف الكلام ده. وهي الناس دي بقى هتغلب يا زينب؟ مش هتغلب طبعا. تلاقيها اتفقت مع دكتور ولا ممرضه في المستشفى. انت تعرفي ايه اللي حصل بينهم؟ انا ممكن اطلب بتشريح الجثه. جثه ايه اللي عايزه تشرحيها؟ الناس دي ليها قوانينها الخاصه، ما تقدريش تقربي لهم. اديكي شفت امك واللي عملته. تقدري تقولي لي جثه خالك فين؟ ده المأمور نفسه كان ماشي عينيه بتطق شرار، مش عارف ياخد معاها ولا حق ولا باطل. وجبريه دي اقوى من امك 100 مره. يعني هنقتل يعني؟ هناخد طارنا زي الافلام؟ كل واحدة بقى تشيل بندقية وتروح تتخ عيل من عياله؟ لا يا حبيبتي، الستات هنا ما بياخدوش بالطار، بس اللي احنا مفكرناش فيه بقى ان ممكن عبد الحكيم يقرر انه يتجوز امك. نعم؟ ايه؟ ما فكرتوش فيها دي؟ ما جاتش على بالكو؟ ايوه يا حبيبتي، احنا بنات والبنت هنا ملهاش غير بيت ابوها، وعمك هيتصرف ويلاقي مليون حل للموضوع ده، مش هيغلب. دي جبريه كانت ممكن تسمه، انت مجنونة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، لحد كده بقى ومحدش هيقدر يفتح بقه ولا يتكلم معاه، وهيعمل اللي هو عايزه. لا كل لدي، احنا اي نعم مش عارفين ناخد حقنا، لكن حق ابويا اقسم بديني ما هسيبه، انا هسجن جبريه دي. هو ده، جبريه دي لازم تروح في 60 داهيه، لازم تتسجن، وعبد الحكيم كمان لازم قلبه يتحرق كده على اللي هو عمله معانا، ولازم يبقى عارف كويس قوي ان احنا بنات بس مش هنسيب حقنا، ده احنا هناخده مننا عينه. بنت انتي هات اللي عندك. البلد دي لازم تبقى تحت ايدينا، لازم نبقى محاوطينها كده وملجمينها، مفيش لا كبيره ولا صغيره في البلد دي الا لما تبقى تحت رجلينا.
بس الكلام ده مش هيحصل الا لو. الا لو ايه؟ لو العمده والمأمور هما الاتنين بقوا في ايدينا. عبد الحكيم مسنود على العمده، بيعمل اللي هو عايزه علشان ده في ظهره. اوعي يا حبيبتي انت وهي تكونوا فاكرين ان هو غطى على الموضوع بتاع خالك ده كده يعني علشان سواد عيون. لا، ده عشان صاحبه وحبيبه. وفي بقى كمان حاجه تانية مهمه قوي، المأمور يعني الحكومه والسلطه. حكومه ايه وسلطه ايه؟ انت لسه دلوقتي قايله ان المأمور ملوش اي لازمه، كان بيحاول يعرف حاجه من امك ومعرفش اي حاجه. الكلام ده لما يبقى لاي حد كده من اللي موجودين في البلد، بس لو المأمور ده بقى ليه رجل هنا جوه البلد مفيش اي حد هيفكر يهاوب من اي حاجه تخصه. لا الكلام ده كبير بقى وانا لازم افهم. هفهمك، بس في كمان حاجه مهمه. ايه هي؟ مروان ده زباله، انت اصلك ما شفتهوش. وهو بقولك ايه، مروان ده يجي سهل قوي، بس هو عايز له حركه كده تخلي قلبه يحام، والحركه دي سيبوها بقى عليا انا. حاج احنا جايين لك النهارده بخبر حلو قوي، شمس حامل. فتحي بيقول اني هجيب توأم. قوم يا ابوي كده وشد حيلك، امال مين اللي هيربيهم؟ ما تقوم يا عبد الحكيم، قوم يا اخويا عشان تفرح باول حفيد ليك. وهي شمس جالت لك اهي، هتجيب توأم. عجبالك يا حبيبتي، ان شاء الله تلحق تجيبي لك ولو عيل واحد. بقول لك ايه يا عبد الحكيم، فرح فوزيه يتجم في ميعاده. فرحي ودكتو؟ مش مهم فرح يا اخوي، نكتب الكتاب سكتي. ولا اقول لك انا مش عايزه حاجه خالص، حتى شبكه كمان مش عايزاها. وبعدين ما احنا هنقعد هنا في البيت، ومحروس اللي هتقول له عليه هيعمله، هتقول له شمال شمال يمين يمين. وبصراحه كده انا ما عايزاش استنى اكتر من كده. عندك حق، عندك حق. بقول لك ايه، ما دام الفرح قدامي خلاص اعمل لكم عنده وخلينا نخلص. قدامي يا فوزية، قدامي كده، يعني الكل اللي كنت مخططة ليه خلاص راح. الفرح اللي الناس هتقعد تتكلم عنه ايام وليالي، الزفة اللي محدش عملها في البلد كلها، ولا الفستان اللي لازم كل بنات وستات البلد تحكي وتتحاكى عنه. عارفة الناس هتقول ايه يا فوزية؟ هتقول انك اتجوزتي محروس، محروس الأجري اللي أخوك اشتراه عشان يتجوزك. أنا عارفة، عارفة ان الناس بتقول كده. لأ وكمان لما يعرفوا بقى انك اتجوزتيه سكاتي، ده رج ولا طبلة ندقه ولا زغروطة طلع صوتها، هيتقال عليك ايه يا فوزية؟ هيتقال ما صدقت. ايوة انا عارفة، عارفة كلام البلد وحديثهم. معقول؟ معقول فوزية بنت عبد جواد كبير البلد واغنى ناس في الناحية كلها، فوزية اخت عبد الحكيم اللي لما ترمي اللي بيفيد منها يغرق غيرها، تتجوز سكاتك ده؟ ومن مين؟ من الواد محروس اللي لا ليه لا اصل ولا فصل. مالك يا عمتي بتبكي ليه؟ ما ابويا قال موافق. انا بقيت ابكي على الفاضي او المليانه خلاص. اقول لك، قولي يا شمس. ولا يكون عندك فكره ولا تشيلي هم لاي حاجه. عايزاني اعمل ايه؟ اكون مبسوطه؟ ابقى فرحانه باللي بيحصل لي؟ انا خلاص ما عدتش قادره. ليه بس يا عمتي؟ عشان انا عمتك يا شمس، عشان المفروض أكون بتجوز عيالي مش أنا اللي بتجوز، فهمتي؟ طب ما أنا قدامك أهو متجوزة بقالي كديه، وربنا ما كانش رايد، وغير اللي ولدها في يدها وبتروح بيه المدرسة ولا الحضانة. افرحي يا عمتي افرحي، أنا عايزاكي تفرحي قوي، ما تفكريش في اللي فات، المهم إنك تبقي مبسوطة باللي جاي. كلامك حلو يا شمس وبيريح. تعرف يا عمتي، أنا أول ما حسيت إن أنا في عيل جوايا، الفرحة ما بقتش سيعاني، وحسيت إني ما خسرتش حاجة، وإن اللي فات كله ما كانش عفش، وإن فتحي ده نني عيني من جوا. وإيه تاني يا شمس؟ كملي. هو يعني محروس ما يفرقش كتير عن فتحي، وأنا عارفة إنك بينك وبين نفسك
حاسه انه قليل ومش من مجامنا صح؟ ما نستعنهوش خدام عندنا يا شمس. انت بقى نجريه نظفيه، خليهم يقولوا ان محروس العفش لما اتجوز فوزيه بقى حاجه تانيه خالص، فوزيه المقلبيه. تعالي بنت تحضني. حبيبتي يا عمتي، والله بحبك موت، والله بحبك موت. وانا بحبك كمان يا هبله. ايوه يا محروس، عايزاك تاخدني للبنت مفيده. اسمع اللي انا بقول عليه، بكره تعدي عليا توديني ليها، ما تتاخرش. خليك نايم لسه بدري. فيها الصبح. انت عارف اللي اشترى المحصول كله كان موجود هنا الصبح، ومروان خد الفلوس كلها ونزل؟ وماله عادي. هو ايه اللي وماله؟ وايه اللي عادي؟ بقول لك خد الفلوس ونزل، راح البنك. عايز تقولي ايه؟ هو مروان متعود يعني انه ياخد الفلوس دي يحطها في حسابه ولا ايه؟ مش على طول. هو ايه اللي مش على طول يا حسن؟ استنى بس، مش بكلمك انا؟ فيها رتال على الصبح. معنى انه ياخد الفلوس دي ويحطها في البنك في حسابه؟ معناها ان هي بتاعته، يعني لا قدر الله لو حصل حاجه لابوك الفلوس دي هتبقى بتاعته، ولو جيت بقى انت كمان عشان تتحاسب مش هيحاسبك على الفلوس اللي في حسابه. ده بيبقى وضع مؤقت واحنا متعودين على كده. والله متعودين على كده. طب خد بالك بقى، ممكن فجاه تصحى من النوم تلاقي نفسك ولا ليك في التور ولا في الطحين. اسمعني بس يا حسن، اسمعني. ممكن تشيل اللي في دماغك خالص ده من ناحيتي، انا قلبي عليك وانت عارف ان انا ماليش غيرك، وانت كمان مالكش غيري. اسمع مني اللي بقولك عليه. يا قلب امك لسه راجد يا بنايا؟ قوم يا حبيبي قوم، ابوك كان بيسأل عليك. قوم كفايه كده. حاضر يا ام. صباح الخير. سعيد صباحك حبيبي. في الزي ولا فاكره انك هترقد والخدامين يخدموك يا روح امك؟ لا يا ست الحاج، على ما تصلي كده وتقري لك قد ربع وتستغفري ربنا على اللي عملتيه في حياتك اكون حضرت لك الفطار. استغفر ربنا؟ قصدك ايه يا بت؟ والله قصدي انت عارفاه كويس قوي، قصدي السر اللي انت كاتماه في قلبك ومش عايزه حد يشوفه ولا يفتحه. يا مرات عمي، يا ام حسن الغالي، موتي موتي. محروس؟ اه محروس. ايه اللي انت هببتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اللي ضحك علي. هو اللي ضحك عليا؟ ده انت اللي تتحكي على بلد. بس مش مهم، المهم اللي جابك هنا ناويلك على نيه سودا، والست كريمه اول ما عرفت قالت لازم نيجي ناخدك على طول. نيه سودا؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ مروان عايز يموتك، عايز يموتك انت واللي في بطنك، والست كريمه اول ما عرفت قالت لي لازم نيجي ناخدك عشان انت ست غلبانه. هي ست فريده فين؟ فريده ايه وزفت ايه؟ بقول لك الست كريمه هي اللي جايباني وقاعده مستنيانه تحت. صح يا محروس؟ يعني انت مش جاي تنفذ اللي هو عايزه تموتني؟ اموتك؟ واودي نفسي في داهيه عشان خاطر ايه؟ ابن الجبريه؟ بقول لك الست كريمه قاعده مستنيانه تحت، لمي هدومك يلا وتعالي. المكسوفه قوي. ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، كنت عارف انك انت اللي هتفتحي. اهلا يا عمر. يا اهلا بيكي، اهلا بست البنات. ست كريمة موجودة؟ لا والله مش هنا، ده هي بس راحت مشوار صغير كده لحد مصر وراجعة تاني على طول. طب الحمد لله. نعم؟ لا اصل انا كنت عايزها بحاجة مهمة. طب الحاجة دي انا ما ينفعش اعرفها يعني؟ هتعرفيها طبعا،
انت ست البنات ولازم انت تعرفي كل حاجه. ازيك يا زين؟ ايه ده؟ اهلا اهلا. ازيك؟ رجلك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه بخير. اتفضلي، دي حاجه بسيطه. تعبت نفسك، متشكره جدا. الف سلام عليك. مش انت بشاره ابن اسحاق؟ ايوه بشاره. طب همنا بقى بعد ما جبت علب الصفيح اللي انت جايبها دي. صفيح؟ ايه يا صفيح؟ تشكر يا عمر. سلمني على ابوك. اسلم. هلا سلمت رجلك هال؟ مالها رجلها؟ ماشيين على رجلين. القهوة مظبوط؟ طب ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، كنت عارف انك انت اللي هتفتحي. اهلا يا عمر. يا اهلا بيكي، اهلا بست البنات. ست كريمة موجودة؟ لا والله مش هنا، ده هي بس راحت مشوار صغير كده لحد مصر وراجعة تاني على طول. طب الحمد لله. نعم؟ لا لا، أصل أنا كنت عايزها في حاجة مهمة. طب الحاجة دي أنا ما ينفعش أعرفها يعني؟ هتعرفيها طبعًا، أنت ست البنات ولازم تعرفي كل حاجة. إزيك يا زين؟ إيه ده؟ أهلًا أهلًا. إزيك؟ رجلك عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله كويسة بخير. الحمد لله. اتفضلي، دي حاجة بسيطة. تعبت نفسك، متشكرة جدًا. ألف سلام عليك. مش أنت بشارة ابن إسحاق؟ أيوه بشارة. طب همنا بقى بعد ما جبت علب الصفيح اللي أنت جايبها دي. صفيح؟ إيه يا صفيح؟ تشكر يا عمر. سلمني على ابوك. اسلم. هلا سلمت رجلك هال؟ مالها رجلها؟ ماشيين على رجلين. القهوه مظبوط؟ يلا خش امشي. اقعدي هنا. استنوني هنا، ما تتحركوش، دقيقتين وهاجيلكم. يلا روح. صح يا ست كريمه، الكلام اللي قلتيه ده بتقرريني يا بت ولا ايه؟ ايوه مروان عايز يقتلك ويخلص منك. هو هيسيبني؟ خليها على الله يا بنتي، طول ما ربينا وانا معاكي ما تخافيش من حاجه ابدا. انا عايزه اروح مطرح ما حدش يعرفني فيه خالص. دليدا مش هنا يا محروس، ومش هترجع غير اخر الاسبوع. ماشي تعالي. هي دي؟ هي دي. ودي مين دي؟ دي لو طالت تمسك حسن وتقطع جتته 60 حتة هتعمل كده. يلا قوموا تعالوا معايا. على فين يا حلوة؟ ايه يا حلوة دي؟ في ايه يا ست الكل؟ جرى ايه؟ مش عاجباكي يا حلوة؟ تتكلمي عدل يا بنت. مين دي يا محروس؟ اهدي بس يا ست كريمة، اسمعي كلامها والله هتنبسطي. ايه يا اخوي؟ ايه يا عبد الحكيم؟ ايه اللي نزلك من الاوضه؟ مش الحكيم قال لك ترتاح؟ ما عارفاش بس مروان ليه ما ودكش المستشفى. مستشفى ايه بس يا فوزية؟ انت عايزاني اموت ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا اخوي، ليه بتقول كده؟ امال راحت فين جبريه؟ دركته؟ تمشي وتسيبني؟ مش جايز اكون عايز منها حاجه؟ على قولك، ما عارفاش راحت فين الوليه دي. ازاي؟ ازاي؟ يعني انت ما تعرفيش هي راحت فين؟ يمكن راحت تزور ولا حاجه. تعالي تعالي فوزية اقعدي جنبي. حاضر. فوزية انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. صح يا اخوي؟ ايوه صح. عايز احس انك خدت نصيبك من الدنيا. انا كان نفسي أعمل لك ليلة تحكي وتتحكي عنها البلد كلها، لكن مقدر ومكتوب. معلش أنا راضي. طيب بقول لك إيه، عايز حسن ومروان. ما عارفاش، تحب أشيع لهم؟ راحوا فين يعني؟ شوفي شوفيهم هما فين، عايزهم هما التنين. حاضر، يمكن في المكتب ولا حاجة. حكم في تجار جم سألوا على مروان، أنا حكلم مروان في التلفون وقوله يجي يتغدى معاك. التنين يا فوزي؟ ها؟ حاضر. التنين. حاضر يا أخوي. واللي خلق الخلق، لولا اني مسكت نفسي لكنت قتلتها. انت اتجننتي يا وليه؟ اتجنيت؟
الجنان هو اللي حصل يا سي مروان. الجنان ان امك تسبني وانت واقف ما تعملش حاجه. اه بس ما تنسيش شيء، انت الغلطانه. غلطت فين ان شاء الله؟ قتلت قتيل ولا سرقت سرقه؟ انا جيت لجوزي، جيت اطمن عليك، كنت جايه اطمن عليك وكنت ماشيه. بس امك زي الناس هنا في البلد؟ لا، وامك زياده حبتين كمان. هي شايفاني سايبه من غير لجام، فكراني عشان كنت ارمله وعايشه لوحدي وبقى خلاص سايبه الباب مفتوح سدح مداح. بس لا، انا اشرف من الشرف. ده انا ديل جلبيتي دي اللي بتجر وراي وانا ماشيه في البلد انظف من البلد دي كلها. خلاص ما تزعليش، خذي روح الله يسهل عليك. زعلانة وزعلانة قوي كمان، وانا زعلي عفش. اقول لك مش عايزة اتكلم مع حد. سيبني سعادة يا مروان، سيبني الله لا يسيئك. معلش يا حبيبتي، ما هو انا لازم افهم. يا ستي انتي، انا هعمل لك كل اللي انتي عايزاه، ايه اللي مضايقك بقى؟ انا مش متضايقه ولا حاجه، كل الحكايه ان انا عايزه اطمن. لا اطمني. اطمني يا ست كريمه، ده انا اضمنها لك برقبتي. انتي عندي محدش هيقدر يقرب لك. طب اسمعي اللي هقوله لك ده. البنت دي غلبانه، عايزاكي تحطيها في عينيكي وتحافظي عليها لغايه لما تقوم بالسلامه وتولد. هي حامل؟ اه حامل. من حسن؟ ايوه من ظبط التين. مش أنا مرات عمه؟ بس الله في سماه، لو طولت رقابة حسن لاجيبها على صدره. اسمعيني يا بنتي، البت دي غلبانة وحداني. آه هي غلطانة وتستاهل ضرب الجزمة، بس لو أبو حسن عرف هيطخها بالنار. عبد الحكيم؟ عبد الحكيم؟ أنت تعرفي عبد الحكيم؟ ده أنا أعرفه عز المعرفة. صلاة النبي أحسن. واقول لك ايه، قولي المحروس بقى على المكان اللي انت هتودي مفيده فيه، وانت خليكي معايا عشان عايزاكي في المدينة. من عينيا. يلا يا محروس. هتاخدوني على فين؟ انت هتسالي على المكان اللي انت هتتخبي فيه. يلا يا محروس، يلا قومي. ما تقلقيش، انت هتقعدي في بيتي. لا يا ست كريمه، في عرض النبي ما تسيبنيش. عليه الصلاه والسلام. يا بنتي انا مش سايباكي. يلا يا بنتي، مش عايزين كلام كتير. يلا قوم، أظن عارف الشقة كويس. إيه اللي عارفها يا ست الكل؟ طبعًا عارفها. يلا حبيبتي. يلا ما تنحيش. قولي لي بقى يا قطة، تعرفي عبد الحكيم منين؟ الواد ده ما يدخلش البيت هنا تاني، ولا يقرب ناحية البيت. جرى إيه يا عمدة؟ هو أنت بتحكم في بيتك ولا إيه؟ لا مش القصد يا زينب، بس أنا عايز أقول لك يعني الواد ده متربي بره بقاله سنين، ومتطبع بطبع الخواجات والانجليز، خايف عليك يعني. بعدين امه انا عارفها كويس، ما كانتش تحب الناس في البلد. على كل حال انا كنت هعمل كده من نفسي، بس برضه ما ينفعش الراجل يجي ويقف على باب البيت واطرده يعني ولا اكسفه. وبعدين هو ايه اللي حصل في الاخر؟ ما هو مشي. بس العمده لا طبعا، يجي ويدخل وينور البيت كله. الله يخليك يا زينب، تسلميلي. بقول لك ايه، انا عملت اللي انت عايزاه. هو ايه اللي انا عايزاه؟ وانا كنت عايزه ايه يعني؟ المأمور يعني فضل يلف في البلد عند الناس واحد واحد، ما حدش قال له ايه اللي حصل. هو كان في حاجه حصلت عشان حد ينطق ولا يتكلم؟ لا ما حصلتش حاجة ولا حاجة. ربنا يجيب عبد السلام بالسلامة إن شاء الله يرجعه لنا. آمين يا رب. بقول لك إيه، أنا جايب لك هدية كده على الله تعجبك. تفضلي تفضلي. متشكرة أوي. الله يخليكي. بقول لك إيه، دول كرتين بمية، اشحني عشان ما ترنيش تتكلمي على طول. ماشي. ده
رقم موبايلي، كلميني في أي وقت أنت عايزاني فيه. أنا ما بنامش، بفضل كده بحلق طول الليل، بس عينيا بتبقى جد. كلميني، أنا لازم أسهر على راحة البلد، أنا العمدة ويهمني راحة البلد. إن شاء الله إن شاء الله. وراحتك يا زينب. مش عايز حاجة. لا شكرا خالص. خالص. أبدا. بيكلميني. بعد إذنك. مع السلامة. السلامة. مع السلامة زينب. هستنى مكالمتك. إن شاء الله. إن شاء الله بسرعة. أنا سهران. ايه النيله السودا اللي انا فيها دي؟ هو الراجل ده اتهبل ولا ايه؟ مروان انت بتعمل ايه هنا؟ كنت عايز اتكلم معاك. رحت الكامل؟ اروح له اعمل له ايه؟ هو مرمي مطرح ما حطيته. الراجل ده مش لازم تسيبه، وعينيك دي لازم تبقى عليه، الراجل ده مش لازم يطلع ولا يفلت منينا الايام دي. هتكلم معاك كلمتين وامشي على طول. كلمتين؟ قول. انا كنت عايز. عايز ايه؟ ما تقول. عايز ايه؟ عايز اعرف كل حاجه عن الشغل هنا. من ميتي. من بعد اللي حصل وانا حاسس اني مش فاهم اي حاجه. وان اللي انا فيه ده مش صح. أنا عارف إني تعبتك كتير، وإن اللي أنا عملته استاهل عليه ضرب النار، بس أنت أخويا الكبير ولازم تتحملني. أيوة طبعًا، حتى لو عملت أكتر من كده، بس مش وقته دلوقتي. ليه مش وقته؟ إيه اللي يمنع؟ هو أنت مش شايف اللي إحنا فيه؟ هو أنا فيا دماغ عشان أقول لك على اللي رايح واللي جاي دلوقتي؟ نخلصوا! نخلصوا من المصيبة في الأول! مصيبة إيه؟ ما الحكاية خلصت خلاص، وإذا كان على كامل لو ما سكتش هتفنهولك في المكان اللي هو فيه، واللي زي كامل ده مالوش دية، لا عيل ولا تيل ولا مرة تسأل عليه. في إيه يا حسن؟ أنا شايف الحكاية واكلة دماغك. ما أنا مش هفضل كده، لازم أفهم الشغل وأعرف كل قرش رايح فين وجاي منين. أيوه قولك ده يا ولد أبوي، قولك ده عايز تعرف كل قرش رايح فين وجاي منين. هقول لك، حملني دلوقتي وانا هقول لك اخر النهار. حملني يا حسن. يا قلبي ايه اللي قومك من فرشتك؟ مالكيش صالح ايه اللي قومني وايه اللي ما قومنيش. رحت فين؟ كنت مخنوقه يا عبد الحكيم، البيت واللي فيه. رحت قعدت شويه في المقام، قلبي ارتاح وروحي هديت. بالك تحلى معايا مره والله حتهدى وترتاح. أنا عارفة إن اللي حصل صعب عليك، بس هو أنت يعني كنت قاصد إن عبد السلام يموت؟ معلش، قدره وعمره، بكرة تنسى والدنيا هتروق وتحلى. أمال إيه؟ بعدين يعني بدك تمشي في قلبك يا أخويا، صدفة دي معاي. كلمني لو في حاجة عاوزني أعملها،
قول لي اعملها لك. لو حاجة حتريحك اطلبها مني، حتى لو نور عيني يا عبد الحكيم. امال ايه؟ ده انت غالي عندي، جوزي وابو عيالي وحبيبي والله. بس الحمد لله، ده انت عاد بقيت زي الفل اهو. شوف يا عبد الحكيم، عاوزك تجيب عجل سمين وتذبحه وتفرق لحمته على الغلابه، يدعوا لك بطوله العمر والصحه، وكمان يعني تملى مركزك تاني كده. مروان اتجوز فريده. وماله؟ اتجوزها. راجل ومش صغير. هنعمله ايه؟ والحق يعني البت ناديه دي ما كانتش من مقامه. يلا نصيبه. لكن فريده حلوه وفرعه ولايق عليه. ايه بس مش هي دي اللي تدخل العيله ويجيب منها عيال. يجيب لمين عيال؟ الله، فريده لو كان ربنا رايد لها عيال كانت شالت وحبلت من اللي قابله، لكن لا مفيش. بس الحمد لله انه اخد من البلد عشان لو اتعوجت نتصرفوا معاها. ايه تاني؟ قلقان على ريتال؟ تنسيش ان ريتال دي بنت اخويا عبد الله. نسياش وعارفه وفاهمه. وبعدين هعمل ايه؟ حسن اتجوزها واللي كان خلاص. هحط على راسي يعني وازعج واقول له طلقها؟ ما هيطلقهاش. انا بس زعلتك منه عملك ده من ورانا وما قالناش، لكن خلاص بقيت مرته. من قلبك الكلام ده جبريه ولا شايله في نفسك حاجه؟ بنات عبد الله زي الشمس واكتر. عارفه ربنا يخليك لينا كلنا. لا من قلبي. طب اقول لك على حاجه، مروان ذات نفسه لو عايز يتجوز الثالثه ومن بنات عبد الله يتجوزها، ما هقولوش حاجه والله، حتى ما هفتح حنكي خالص. اها عيان قوي قوي وبيموت كمان. لا يموت ايه، هو احنا لسه عملنا حاجه؟ قولي لي بقى انت اخرك ايه؟ ايه كلتي سد حلك؟ ما تجيب اللي في بطنك. انا ما فيش حاجه في بطني يا ست، مفيده هي اللي شايله. قولي لي يا قطه، انت لو فضلتي كده مع عبد الحكيم هينوبك ايه؟ شويه فلوس سنه ولا اتنين ويخلصوا؟ انما يا بت لو شلتي منه هتاخدي كل حاجه. لا يا اختي، انا ماليش في اللعبه دي. ولعلمك انت، انا بعمل كده بس عشان اساعد البت الغلبانه، وعشان عارفه وساخت حسن كويس وديله النجس. وابوه الملياردير، والفلوس والاطيان والعزب والفلوس اللي ملهاش عدد. عارفه لما تجيبي عيل هيبقى هو جوه نين العين. لا بقى، انا كده اللي عايزه افهم. اشربي قهوتك وبالراحة وشوية شوية علي عشان افهم كويس انتي تقصدي ايه. الراجل في السن ده بيبقى خلاص عارف انه رجل بره ورجل جوه، يعني لو جاب حتة عيل الدنيا هتزهزع في عينيه تاني وتبقى عاملة زي الوردة المقفلة كده وفتحت. عياله مش هيسكتوا علي، ده حسن ممكن يدفني وانا واقفه. وماله؟ هو ده وحش؟ يا نهار اسود، انت عايزاهم يموتوني؟ انت عبيطه يا بت ولا هبله؟ اما عبد الحكيم يحس ان حسن ومروان مش طايقينك، عبد الحكيم هيخاف عليك اكتر وهيخاف على اللي في بطنك، ومش بعيد يكتب لك كل حاجه. طب قولي لي اعمل ايه؟ تسمعي كلامي وتنفذيه بالحرف، بالكلمة، بالخطوة. اتفقنا؟ اتفقنا.
حلو. يا نهار اسود، حافل ابن المجنونه ده. مروان في ايه؟ مالك في ايه؟ قول. كامل هرب. هرب؟ عشان تعرف انك غايب. وانا كان لازم اعرف اللي يعتمد عليك يبقى عبيط واهبل. ده انت اخلك مفيده وكاسين في بار. حاسب على كلامك. حاسب على ايه ولا ايه؟ على ايه ولا ايه؟ شاطر تقول لي عايز اعرف الفلوس دي رايحه فين وجايه منين؟ دلوك عايز تبقى مسؤول؟ دلوك عرفت المصايب اللي ورانا؟ دلوك انت عارف، او عارف لو كامل راح للمأمور وقال له على اللي حصل هنعمل ايه؟ مش هيلحق يروح له. ازاي؟ مش هيلحق ازاي؟ انت تعرف هو فين؟ بيعمل ايه؟ بس انا الحق علي. ده انا لو جبت عيل من الشارع كان ربطه مكانه ما خلاهوش يتحرك. انا الغلطان. انا هتصرف. تتصرف ازاي دي تتصرف ازاي؟ ايه ده؟ لا، المأمور مش متجوز. لو تقولي لي بس ايه اللي في دماغك هقول لك. بس الاول توعديني. اوعدك بايه؟ مش لما اعرف الاول ان انت تبقي جنبي ومش هتسيبيني وتعملي اي حاجه اقول لك عليها عشان ناخد بطربونا. طار ايه يا بنتي واحنا في حرب؟ وبعدين اللي حصل ده كله غلط. احنا كان لازم نروح نبلغ عن كل حاجه تعرفها ريتال وكل حاجه حصلت. وانت فاكره ان البلاغ هيجيب نتيجه؟ اه طبعا هيجيب نتيجه. احنا بس اللي مش مصدقين ان القانون ممكن يجيب حقنا، ودايما حاطين في دماغنا ان احنا لازم ناخد حقنا بدراعنا، وده غلط مش صح. خلاص روحي للمأمور. زي ما بقول لك كده، خدي بعضك وروحي للمأمور قولي له على اللي في راسك كله من اوله لاخره. خليه يجي تاني يسأل ويحجج ويتطجس. وابقي شوفي اللي هيجرى يا بنت عمتي. اروح؟ ما اروحش ليه؟ روحي له. بس بقى لو طلع الكلام اللي بنقوله صح وان هو ما وصلش لحاجه هتعملي ايه بقى يا ست الحلوه؟ مفيش حاجه اسمها مش هنوصل لاي حاجه. جايز طريق القانون يبقى طويل شويه، بس اكيد هو الاسلم. وبعدين انا لما جيت وقعدت هنا وشفت الوضع عرفت ان انا غلطت، ان انا ما بداتش في القضيه دي من الاول. قضيه ايه يا ام قضيه؟ انت فاكره انك حتى لو كسبتيها هتقدري تاخدي حاجه؟ ابقي جابليني. سيبك منها، مفيش منها رجا دي. انت كنت عاوزه مني ايه؟ انا هروح لمروان. انت اتخبلتي انت التانيه؟ مروان ده اهل تروحي له. اسمعي بس اللي انا هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد. ايه؟ قاعد شايل طاجن ستك كده ليه؟ مش عاجبني اللي بيحصل يا شمس. مالكش صالح باللي بيحصل، خليك انت بعيد. ما هو ده بقى اللي انا بفكر فيه. انا عايز اخدك ونخلع من البيت ده كله. دلوقت مستحيل. بالعكس، ده هو ده وقته. دوريها في دماغك كده. إذا كان عليا أنا وإنتي إحنا بطولنا مش هتفرق كتير، بس إحنا مستنيين عيل صغير. وأنا بصراحة خايف تحصل حاجة كده، حاجة كده مش ناقصة نخسر الواد. إنت بتقول إيه؟ شمس بص حواليكي كده يا حبيبتي، البيت ده عامل زي حلبة المصارعة. كله بيضرب في كله. وأنا ما عنديش استعداد بصراحة أرجع في يوم ألاقيكي مغبوطة، واقعة، مضروبة رصاصة، وإنتي مش حمل قلمين أصلاً. عندك حق. بس أنا مش هقدر أقول لهم إني عايزة أسيب البيت دلوقتي. نسيب البيت إيه؟ انا بفكر نسيب البلد كلها. ايه؟ انا اهلي في اسكندريه، نروح نعيش معاهم ونبدا من جديد، وهو رب هنا رب هناك. ايوه بس. بس ايه؟ انا عمري ما طلعت من البلد. وهي جات لك الفرصه يا ستي. مش انت على طول بتزن عليا تقولي لي عايزه اروح اسكندريه؟ هتيجي دلوقتي وتقولي لا؟ ايوه انا نفسي اروح اسكندريه، اتفسح هناك، اتمشى على الكورنيش، اكل او جلامبو، لكن مش نعيش هناك. هناكل منين وهنعيش ازاي؟ إلا بقى إلا إذا كان أبويا يساعدنا. تفتكري الحاج ممكن يساعدنا؟ أبويا عمره ما رفض لي طلب.
ما اظنش كان ده حسن. لا هو شديد على حسن عشان حسن تلفان، لكن لو قلت له انك محتاج هيساعدك على طول. ازيك يا كامل؟ حسن انت رايح فين يا كامل؟ مش انت اللي غلطان، انت مسكين هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي انت اتعلمته وعلمهولك ابوك، ما لو كان علمك ان الحق هو الامان ليك ولغيرك عمرك ما كنت عملت كده ابدا. كنت رايح للمأمور صح؟ هروح له، وما كانش النهارده هيبقى بكره، وما كانش بكره هيبقى بعده. لساني ده عمره ما هيسكت طول ما انا عارف الحق، ومحدش هيقدر يخرسني ابدا. عارف ليه يا حسن؟ عشان الساكت عن الحق شيطان، شيطان يا حسن. شيطان اخرس يا كامل. رجعت يا سبع البرومبي؟ رجعت، وما تقلقش كامل مش هينطق تاني بعد النهارده. صحيح، ايه اللي خلاك متاكد كده؟ وعدك حلف لك بالغالي. روح دلوقتي وانا هتصرف. روح. لا ما احلفش، مش هيعرف يحلف تاني لاني قطعت لسانه يا مروان. ايوه قطعت لك لسانه عشان ترتاح وتنام وانت مطمن ان كامل مش هيفتح خشمه تاني. قطعت لسانه وحقطع لسان اي حد يتكلم او ينطق بكلمه ما تعجبنيش بعد النهارده. خلاص اتاكدت اني راجل وقد المسؤوليه والمهمه اللي بتوكلني بيها. اقعد قدامي وفهمني الحكاية في المكان ده دايرة كيف. فهمني اللي طالع واللي داخل يا مروان. جرى يا حسن؟ انت فاكرني اني بسرق ابويا؟ لا انا ما قلتش انك بتسرق، بس انا بسأل وعايز اعرف، ولا مش من حقي؟ وانا مش اخوك، وانا مش والد عبد الحكيم زي ما انت ولد ولا ايه؟ كلامك ريحته مش حلوه. كلامي ريحته مش حلوه؟ هو من ميتك كلام لي ريحه يا مروان؟ وبعدين انت ايه اللي يزعلك ولا يضايقك؟ بالعكس انت المفروض تفرح وتقول الحمد لله حسن عجل وفاج وعرف ان ليه مال يتخاف عليه وليه ارض يتحافظ عليها. مش تتضايق ووشك يجيب متلون. انت عايز تتربى من اول وجديد. هتربى من اول وجديد عشان بطالب بحقي؟
من الواضح ان طلب الحج في العيلة دي بيجيب العصبي وبيعكنن المزاج. بس انا عايز اقول لك على حاجة يا مروان، انا مش عبد الله. تقصد ايه يا حسن؟ اقصد اني مش زي عمي، مش هقول عليه العوض ومنه العوض يا مروان. غور غور من وشي غور. رجعت؟ رجعت يا سبع البرومبي؟ رجعت. وما تقلقش، كامل مش هينطق تاني بعد النهارده. صحيح. ايه اللي خلاك متأكد كده؟ وعدك؟ حلف لك بالغالي؟ روح دلوقتي وانا هتصرف، روح. لا ما احلفش. مش هيعرف يحلف تاني. لأني قطعت لسانه يا مروان. أيوه. قطعت لك لسانه عشان ترتاح وتنام وانت مطمن ان كامل مش هيفتح خشمه تاني. قطعت لسانه وحقطع لسان اي حد يتكلم او ينطق بكلمة ما تعجبنيش بعد النهاردة. خلاص اتأكدت اني راجل وقد المسؤولية والمهمة اللي بتوكلني بيها. اقعد قدامي وفهمني الحكاية في المكان ده دايرة كيف. فهمني اللي طالع واللي داخل يا مروان. جرى يا حسن؟ انت فاكرني اني بسرق ابويا؟ لا انا ما قلتش انك بتسرق، بس انا بسأل وعايز اعرف، ولا مش من حقي؟ وانا مش اخوك، وانا مش والد عبد الحكيم زي ما انت ولده ولا ايه؟ كلامك ريحته مش حلوه. كلامي ريحته مش حلوه؟ هو من ميتك كلام لي ريحه يا مروان. وبعدين انت ايه اللي يزعلك ولا يضايقك؟ بالعكس، انت المفروض تفرح وتقول الحمد لله حسن عجل وفاك وعرف ان ليه مال يتخاف عليه وليه ارض يتحافظ عليها. مش تتضايق ووشك يجيب متلون. انت عايز تتربى من اول وجديد. اتربى من اول وجديد عشان بطالب بحجي؟ من الواضح ان طلب الحج في العيلة دي بيجيب العصبي وبيعكنن المزاج. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا مروان، انا مش عبد الله. تقصد ايه يا حسن؟ اقصد اني مش زي عمي، مش هقول عليه العوض ومنه العوض يا مروان. غور غور من وشي غور. يلا يا حبيبتي كلي بالهنا والشفا. ماليش نفس. لا لا مالكيش نفس، ده ايه؟ انت لازم تاكلي وتتغذي كويس، ولازم تفهمي حاجه، ان اللي في بطنك ده يهمني زي ما يهمك بالظبط. يهمك كيف يعني؟ كلي الاول وانا اقول لك كيف يعني. يا بنت ما تاكلي فيه ايه؟ هو انا هسمك؟ بصراحه خايفه منك. لا يا اختي ما تخافيش، ما هو انت لو عرفتي اللي في دماغي وعرفتي انا بفكر في ايه هتعرفي ان انا عمري ما اذيكي ابدا. هو انت قلتي انت حامل في الشهر الكام؟ الرابع. حلو، وماله؟ في عيال برضو بيبقوا ولاد سبعه عادي. انا ما فهماش. انا مش هخليكي محتاجه حاجه خالص، كل اللي هتطلبيه هتلاقيه،
ومحدش هيعرف انت فين. وابنك ده انا هشيله في عينيا الاتنين. ولازم تفهمي حاجة، ان ابنك ده هيبقى قدم السعادة عليا وعليكي. بس انا عايزة اطلب منك حاجة اليومين دول. ايه؟ اي حد يقابلك ويسألك الفترة اللي جاية دي قولي الواد نزل. الله! استني هنا، انت رايحة فين؟ يا بنت استني بقولك. بعد عن الباب، اللي لو رحمة ابويا موتك، انت فاهمة؟ يا بنت افهمي اللي هقولك عليه. افهميه؟ انا اللي هبله وصدقت شوية الحركات اللي حصلت دي. كان لازم افهم ان لا كريمة ولا اللي يتجسف في عمره محروس هيخافوا عليا على حساب عبد الحكيم وولاده. جايبيني هنا عشان تسجتيني؟ اصعدك ده يا هبلة، افهمي بس اللي هقولك. افهمي وزفتيه، بعدي عن الباب ولا هموتك. يا بنت افهمي اللي هقولك عليه ده عشان احافظ عليكي وعلى اللي في بطنك. اللي انا اعرفه يا اختي ان كريمه جايباكي هنا عشان تبقي انت الورقه الرابحه اللي بتلعب بيها وقت ما تكون هي عايزه، وان الواد اللي معاها ماشي على هواها عشان من وراها مصلحه ليه. وانت يا عيني غلبانه، لا انت عارفه مين اللي يضرك ولا مين اللي ينفعك. وانت اللي هتقولي لي ايه اللي يضرني واللي ينفعني؟ انا اللي هقولك، عشان انا وانت يا حبيبتي هنبقى ايد واحده، واحنا معانا الواد، والواد هيقش الكوتشينه كلها. الواد ده لو حد عرف مكانه ولا مكاني هيموتنا احنا التنين، وجبريه مش هتستنى ثانيه واحده. ده لو كان ابن حسن. وعز جلاله الله ولده. يا بنت مصدقاكي، والله مصدقاكي، بس انا اقصد حاجه تانية خالص. لا انا كده عقلي هيشت مني. ما تقولي لي انت ناويه على ايه. ماشي، فتحي لي مخك انت بس وانا هعرفك انا ناويه على ايه. ايه يا شهودة؟ مالك؟ فيك حاجة؟ ماما، ما تيجي نبلغ المأمور ان عبد الحكيم هو اللي قتل خاله. كتك ايه يا شهد؟ انت يا بنتي عايزة انا اروح للمأمور اقول له عبد الحكيم قتل اخويا، يقوم المأمور منطره من على كرسيه ورايح جايب عبد الحكيم من ايديه وقبض عليه وموديه المحكمه، والمحكمه تحكم عليه بالاعدام، مش كده؟ يا ماما انا مش قصدي، انا بس قصدي شهد. انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه في الدنيا. بصي يا حبيبتي، من النهارده انا وانت واخواتك ملناش غير بعض وبنت خالك وبس. يا ماما انا متاكده ان القانون هو الحل، جايز ياخد سنه او اتنين. أكون أنا بقى اتنقطت ودبت وعبد الحكيم يتمكن منك ومن إخواتك ويمرمطكوا أكتر ما هو مرمطنا دلوقتي، مش كده ولا إيه؟ مستحيل الحل برضو إن إحنا ناكل في بعض يا ماما. للأسف هو ده الحل بتاع الزمن اللي إحنا فيه. لازم أنت تمدي إيديك الأول وتاكلي اللي قدامك قبل ما هو يمد إيده وياكل، وما تخليش حاجة تصعب عليكي لا من قريب ولا من بعيد، عشان اللي يصعب عليكي يفقرك. انت جايبني من اسكندرية عشان اعمل لك ايه في العملة السودة اللي انت عملتها دي؟ عارف ان كريمة بتحبك وبتسمع كلامك. اللي حصل ده كان غصب عني، واحنا عيلة والحكاية دي لازم تخلص. تخلص؟ تخلص كيف يا عبد الحكيم؟ ده انت زودت الطينة بلة، يعني مش راضي تديها حقها وقتلت اخوها اللي ما كانش ليها غيره في الدنيا، وعايزها تيجي تقول لك انا مسامحاك قلبي راضي عنك. انا ما قتلتش حق حد. اسمع يا عبد الحكيم، ما دمت جبتني يبقى لازم تتحمل كلامي. انا غلطان. اديك قلتها اهو، انا غلطان. طب قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ولا هو حديده بس؟ ما تتعبيش قلبي يا جليلة. انت اللي تعب قلبك يا ابو مروان. انت عايز الحكاية تخلص يبقى لازم يتحكم فيها، واللي يتحكم بيه تقول عليه امين. انا ما حدش يحكم عليا. لا اله الا الله. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا عبد الحكيم؟ عايز ايه؟ عايز الدنيا تمشي على هواك؟ عايز تؤمر وناس تقول لك امين؟ عايز تغلط وناس تبوس على ايديك ورجليك؟ بقول لك ايه؟ انت تعملي اللي بقول لك عليه، هتعمليه ولا لا؟ شغل دماغك شويه يا عبد الحكيم عشان النار تخمد والدنيا تمشي، ما تشعللهاش يا اخوي اكتر ما انت مشعللها.
وكريمة أنا هروح لها وهاخد ودي معها في الكلام، وهقول لها إن حجها أنت هتدهولها، وإنك ندمان على قتل أخوها اللي ملهاش غيره في الدنيا. كان صاحبي وحبيبي وأخوي، تفكر الحكاية كانت سهلة عليها؟ سهل؟ أيوة سهلة يا عبد الحكيم. عارف ليه؟ عشان أنت لسه منشف دماغك. لو كانت صعبة عليك كنت تخاف ربنا وتجري على كريمة تديها حقها وتقول لها أنا من إيدك دي لإيدك دي. اسمع يا عبد الحكيم، أنا هروح لكريمة وهتكلم معاها، بس مش عشانك، لا عشان العيال، العيال اللي يامهم هي اللي جاية، ومش لازم يكون ورثهم أرض ومال وبس، لا يا عبد الحكيم، لازم يورثوا حب، لازم يورثوا ود وحنان وعيلة يا عبد الحكيم، مش حقد، حقد وغل ونار بتاكل كل اللي حواليها يا أخوي. مالك؟ مش طايق نفسك ليه؟ بقول لك ايه؟ مالكيش دعوة بيا. ماليش دعوة بيك؟ لا أنا لازم أعرف كل حاجة. وأنا مش عايز أتكلم. يبقى ما تقعدش معايا. يا حسن، طالما مش عايز تتكلم يبقى ما تقعدش معايا. ولو ناوي بقى تعمل اللي أمك قالت لك عليه، أنا هسيب لك البيت ده كله وأمشي. أنا مش عايز أسمع حاجة. مش عايز اسمع حس حد، سيبيني اقعد لحالي. ليه؟ هي امك قالت لك لسانك ما يجيش على لساني ولا ايه؟ انا طالع عشان تستريحي. رحت المروان؟ يبقى رحت واتكلمت معاه، صح؟ قال لك ايه؟ اتكلم؟ طردك من المكتب؟ قال لك مالكش صالح؟ واللي يدهولك تبوس عليه ايدك وش وظهر وتقول الحمد لله؟ تقصد ايه؟ انا بس عايزك تعرف ان انا كنت صح، وان الكلمتين اللي انا قلتهم لك ما كانش قصدي منهم خالص ان انا اوقع بينك وبين اخوك. انا كل اللي انا كنت عايزاه انك تاخد حقك مش اكتر. هتزعل مني؟ لا هتزعل. عايزه تقولي ايه؟ خلصيني. احلف الاول انك مش هتزعل، وانك هتسمعني وتفهمني وتفهم قصدي كويس قوي. مش هزعل. مروان زي ابوك. استنى بس، قلت لك اسمعني للاخر. اللي هيقول له امين هيدي له عينه، واللي مش هيوافق على كلامه هيخرجه من جنته. فاكر نفسه هو اللي بايده مقادير الناس والبشر. ابوك شايف ان مروان الكبير هو اللي يحكم ويحاكم، هو اللي يقول مين ياخد ومين ما ياخدش، هو اللي يتصرف في كل حاجه زي ما هو عايز. وبعد عمر طويل بقى إن شاء الله، مروان مش هيقبل إن حد يجي يقوله تعالى حاسبك، وهيبقى المال ملك يا حسن، مش عارف تمد إيدك وتاخد منه ولا مليم. وعشان تبقى عارف بقى، أنا لو بقيت حامل مروان ممكن يتجنن ويقتلني. طبعا، ما هو مش معقول برضو يجي حتة عيل في الآخر ياخد اللي وراه واللي قدامه واللي هو عمال يبنيه. ممكن يتجوز ويخلف هو كمان. لا ما تقلقش، مش هيخلف. ليه إن شاء الله؟ الدنيا مليانة حريم. ما الحكاية مش حكاية حريم، الحكاية فيه هو. أصلا كنت قاعدة مع نادية بنت خالي وحكيت لي على كل حاجة. قالت لي إن هي راحت للدكتورة والدكتورة كشفت عليها وقالت لها إن هي مية مية، وإن العيب من أخوك. أمال هي قلبت عليه ليه؟ قبلت بالطلاق ليه؟ ما يمكن ربنا يكرمها بواحد يعوضها باللي فات ويكبر بخاطرها بحتة عيل. يعني مروان ما بيخلفش؟ ما بيخلفش، العيب منه. ما هو اللي زي مروان ده الفلوس ولاده والتين والأرض عزوته، هيعيش ليه طالما لا عيل ولا تيل ومفيش أمل كمان؟ طب أنا بعدت أجيب لك حاجة عشان تصدقني، بعدت أجيب لك حسابه من البنك عشان يبقى تحت إيديك وتعرف وتصدقني إن مروان ده وكلها ولعة. اعمل حسابك يا مروان، كتب كتاب فوزية على محروس الأسبوع الجاي. حاضر يا أبوي. يا ولد أنا ما بعملش حاجة غلط،
أنا كل اللي بعمله لمصلحة العيلة ومصلحة كل فرد فيها. عارف عارف يا أبوي، أنا هكلم مرت عمي. كلم مرت عمك ليه؟ يعني هشوفها هي عايزة إيه؟ ده مهما كان من لحمنا ودمنا. هي يا ولدي هي وماله، بس لازم تعرف إن أنا مش طمعان في الدنيا. أنا عايز كلنا نبدأ هدي واحدة مع بعض هنا عشان ما بعترش فلوسنا يمين وشمال. حاضر يا أبوي. بس اللي أنا قلقان منه حسن أخوك. أخوي حسن؟ حسن مش من العيلة ولا إيه؟ ما يعرفش إحنا بنعمل إيه وبنصرف إيه ومعانا إيه. كل اللي همه إنه عايز وبس. خايف يا ولدي، خايف أمسكه حاجة يبعترها زي ما عمل عمك. سمعت بقى؟ اللي جابك هنا؟ صدقتني؟ سمعت كلامي؟ اهو مروان اهو بيبيعك. انت ما تسواش حاجه عنده عشان بس تبقى تصدقني. طب يلا قدامي قدامي. زمان كنا كلنا بنقعد على طبليه واحده، الفرخه كانت بتتقسم علينا كلنا حتى لو كنا عشرة. مفيش ولية بتخبز لوحدها، لا، كل نسوان البيت يخبزوا في يوم واحد، والعيال بتلعب وتجري حوالينا وبتاكل وهي مبسوطة. عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول زمان قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا البيت لبيت عمامها. زمان قالوا لما الراجل يحب يتجوز ويختار عروسة يسأل على أمها الأول وعلى خلانها، بيعششوا ولا بيطفشوا. ولما الراجل يموت البنات بتبقى لبيت عمامها، وانت عارفة كده كويس. لما العمام يبقوا عمام مش خلان. احنا مش هنرجع تاني يا جليلة هناك، ودم عبد السلام اخويا مش هيبقى حاضر، والنار اللي في قلبي مش هتبرد. ايه قولك بقى؟ وايه قولك انتي؟ ان عبد الحكيم هو اللي بعتني. قلتيلي بقى ان عبد الحكيم هو اللي بعتك، وانتي ازاي تفكري ان انا ممكن ارجع لبيت عبد الحكيم تاني؟ ده مش بيت عبد الحكيم يا كريم، ده بيت عبد الله. لا، بيت عبدالله كان في مصر، اللي جابه بتعب وشقان، واللي اتحجز عليه واتباع عشان نسدد الدين. على علم عبد الحكيم لو عبدالله ليه متر واحد في البيت الكبير، عبد الحكيم يطلع كده زنهار ويقول قدام الناس كلتها اخوي ليه عندي ورث ومال وارض وانا كلتها في كرشي، ويجي يقف هنا قدامي ويدفع دية عبد السلام اخويا وانا هقبلها، مع ان كنوز الدنيا ما تعوضنيش عن عبد السلام. انت كده بتعجدي الدنيا يا كريم، بتعجديها. انا برضو اللي بحقدها ولا هما؟ طب انا هقول لك على حاجه وانا راضيه بحكمك. رتال بنتي سمعت بودنها جبريه وهي بتعترف لدلال ان هي كانت السبب في موت عبد الله. لا لا يا كريم، لا، ما تخليش الهم والغم يعملوا فيك كده. عيب يا وليه، مش ممكن يكون الكلام ده حقيقي. عيب. انا برضو اللي عيب. ما تروحي تقولي لهم هم ان هم اللي عيب. ما هو الكلام اللي بتقوليه ده ما يخشش العقل يا كريمه. اقسم بالله هذا حصل. خلاص نجيب دلال ونسالها. تفتكري دلال هتعترف على الجبرية؟ لا طبعا، مستحيل.
يا كريمة يا كريمة، ما تخليش اللي حصل دوت يخلي عقلك يروح لبعيد. ده انتوا في النهاية قرايب وملكوش الا بعض. وإذا كان اللي حصل لعبد السلام ده حصل في لحظة غضب من عبد الحكيم، ولو كان في وعيه ما كانش عملها أبدا. بس هو عملها، بس ليها حل. ملهاش. لو انت عايزة يبقى لها حل هيبقى لها حل يا كريمة، واهمدي بقى واسمعي كلامك. الحل اللي عندي أنا قلته. صعب صعب يا كريمة، صعب 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 إنه يديني حقي ويراضيني، إنما مش صعب علي أنا ألم نفسي وبناتي وأرجع لهم، مش كده؟ طب عشان خاطر البنات، وهو عبد الحكيم كان عمل خاطر للحمه؟ أنا غلبت يا كريمة، مش عارفة أعمل إيه. ما تعمليش حاجة، أنت تطلعي كده تشطفي وشك بشوية مية باردة وتخشي السرير بتاعي، ولا سريري في حاجات بتقرص، تروحي تباتي عند عبد الحكيم. يخص عليك يخص عليك يا كريمة، ده انت حبيبتي، ده انت حتة من قلبي وروحي، ده أنا ما بخرجش من بيتي في وقت زي ده واجي البلد دي إلا علشانك انت العزيزة الغالية. تقولي لي أنا أروح لعبد الحكيم؟ يخص عليك يا كريم، يخص. حرك عليا، كلامك عصبني وحرق دمي. حرك عليا، ما تزعليش ما تزعليش. ما اتصلش برضو، ولا هيتصل ولا هيجي. لا بقى، أنا متأكدة إن هو هيجي. شفتي؟ مروان انت فين؟ برا؟ آه، طيب ماشي، نزلالك نزلالك. ايه ده؟ انت هتعملي ايه؟ انت مالك؟ انت هعمل ايه؟ هو ايه ده اللي مالي؟ عارفه لو نزلتي هدخل اقول لامك على كل حاجه. انا بقى عايزاكي تروحي تقولي لها، وانا عارفه انها هتوافق. مالكيش فيه. ايه اللي جايبك هنا دلوقتي يا مروان؟ مش هتطمن عليكي. طب مش خايف لان دي هتشوفك تضخها؟ اسمع، المهم انت ايه؟ انت بخير؟ يا خساره. ليه؟ لا لا، ما هتحطش في بالك انت. قولي، هو انت بقى جاي دلوقتي عشان تطمن عليا بس؟ لا، انا جاي اقول لك اني فكرت في الكلام اللي قلتيه. واللي جايبك السعادي انك فكرت وعايز تيجي تقولي ان انا صح يعني؟ لا لا، عايز الصدق. أنا تعبان يا زينب، تعبان قوي، وحاسس إني مريض مرض كلي، نفسي وبدني، حاسس إني مغصوب على العيشة هنا. ما تمشي. ما أقدر شيء. ليه ما تقدرش؟ ما أنت عارفة، عارفة أبوي وأمي وأختي وأخوي والناس دي كلها. طيب وبعد ما العمر يعدي وكل واحد من الناس دي يبقى في بيته وفي حاله، وأنت هتبقى لوحدك يا مروان، هتعمل إيه؟ فاكر بقى إن الناس دي هتقول إنك ضيعت حالك وعمرك عشانهم؟ لا، أنا مش بقولك إنك تبعد أو تمشي وتسيبه، بس يعني أنت كمان من حقك إنك تشوف أنت عايز إيه وتفكر في مستقبلك. يا بنت عبد الله. زينب! امشي دلوقتي، امشي امشي ماما. امشي يا بنت يا زينب! ماما، روحي البيت ده. اطلعي قدامي. إيه يا ماما، في إيه؟ اطلعي بقولك. ركزي هنا. افهم بقى تصرفاتك الطفليه دي في دماغك ايه يا زينب بالظبط؟ العمده. اشمعنى؟ عينه مني وانتي عارفه كده كويس، ومروان كمان. ماله مروان الاخر؟ ممكن اخليه يجري ورايا بالمشوار، ولو العمده عرف ان مروان بيحوم حواليا مش هيسكت، وممكن يعمل اي حاجه عشان بس ينول الرضا. العمده عارف كل حاجة في البلد دي كويس قوي، عارف بيوتها وعارف ناسها، ولو عبد الحكيم عنده أراضي فالعمدة عنده قدها مرتين، ولو عبد الحكيم عنده معارف وعنده ناس فعيلة العمدة أكبر من عبد الحكيم بمليون مرة، ولو النار بقى
مسكت كده في قلب العمدة، محدش بقى عارف هو ممكن يعمل في مروان. كلمت يا زينب؟ انت عايزة تأذي مروان؟ جبرية حرقت قلبنا على ابويا، يبقى هي كمان قلبها لازم يولع ويتحرق على كل اللي ليها، عيالها وبيتها وجوزها وأي حاجة تانية تخصها. لا لا يا بنتي لا، جبرية تولع بجاز عبد الحكيم يولع بنفس الجاز أهين، إنما حسن ومروان وشمس لا ملهمش ذنب في حاجة. لا يا زينب يعني لا. قال لك ايه موظف البنك؟ قال لك ايه موظف البنك يا حسن؟ اتكلم. رصيده 6 مليون. الله، وانت بقى ان شاء الله رصيدك كام؟ صفر مش كده؟ جابهم منين؟ باع؟ اشترى؟ تعب بيهم لا سمح الله؟ ما هو زيه زيك. يا ترى بقى الحاج يعرف بقى ان مروان رصيده في البنك 6 مليون؟ ابعد عني السعاده. لا مش هبعد، انزل قول لابوك، قول له انا عايزه ابقى زي مروان يابا، شوفوا هيرد يقول لك ايه. ولو قلت له اي حاجه مش هيقول لي لا. طب جرب. او انا اكره اقول لك؟ لو وافق على طلبك ده يا حسن انا مش هقعد في البيت ده دقيقه واحده، وبقول عليا ان انا خربت بيوت وكنت عايزه اوقع بينك وبين اخوك وابوك وابوظ علاقتك بيه. قلت ايه؟ يا حلاوه يا ولاد. يلا هم يا اخويا انت جوه. يلا على المخزن يا حبيبي. خش خش. بس يا بيت اكتمي، ابو حكيم يقتلنا. بح، وانا مش مكتوب عليا الفرح؟ اها معلش، ما انت عارفه اللي فيها. طب ايه رايك اني حذاكرت وحرقص كمان، واللي يحصل يحصل. اعمل لي كده عشان يرجع في كلامه وما يخليكيش تتجوزي. لا يرجع في كلامه ده ايه؟ ده انا ما صدقت. صدق يا جبريه، انا حاسه ان قلبي حيفوت من مكانه. ربنا يفرحك يا حبيبتي. يا بيت بصوت واطي. ها عايز تقول ايه انت؟ لا ولا حاجة. استنى، ده هنا عبد الحكيم. عبد الحكيم خلاص يا اخويا، احنا جبنا كل حاجة، العفش والجهاز، مش هتيجي تتفرج؟ مش عاجباك يا فوزية؟ الحمد لله عجباني قوي 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 قوي. اه انت عايز تقول ايه؟ يا اما تغور من وش السعادة. هتشرع عليه من الغار، عايز حاجة من ابوك قولها. عايز ابقى زي مروان. تبقى زي مروان كيف يعني؟ اسكت انت يا فوزيه، تقعد فهمني ازاي عايز تبقى زي مروان. عايز ابقى معايا فلوس زيه. تعرفت منين ان مروان معاه فلوس؟ سالت في البنك وعرفت رصيده. تسال على رصيد اخوك في البنك ليه؟ هو خطر في بالي فعملت كده. طب روح دلوقتي، قوم قوم دلوقتي. اخرج انت جبريه، بس ما عندكيش حاجه فاهمه. طب اقول لك يا اخوي، ما تقوم تشوف جهازي ده هيعجبك. فوزيه كلمه ثانيه وقسما بالله لا فيه جواز ولا غيره، فاهمه؟ بح ايه قول بقى انت عايز ايه علشان اعمله لك. ستة. ستة ايه؟ 6 مليون. اشمعنى هو يبقى معاه في البنك 6 مليون وانا لا؟ مش انا وهو واحد؟ ليه يبقى معاه المبلغ ده وانا لا؟
عشان هو بيشتغل بيعمل شغل بيبيع للعملاء وبيشتري، لما يعمل حاجة لنفسه ما اقدرش اقول له لا. طب ما انا قلت لك قبل كده ان عايز افتح شركة لحالي وانت قلت لا. انا برضك لما مروان قال لي عايز يعمل شركة قلت له لا، بس اعطيته فلوس من شغله، هو اللي بيشتغل واللي بيشتغل غير اللي داير على حل شعره. ها؟ في فرق بين اللي بيشتغل واللي بيهوبص. طب وانا بقول لك اهو اني عايز اشتغل. خلاص روح لمروان اخوك وقول له انك عايز تشتغل معاه. وانا لساتني هستنى سنين عشان اعمل زي اللي عمله؟ يعني ايه؟ هي مش الفلوس اللي معاه دي من مالك انت وانت السبب فيها؟ لا، الفلوس دي هو اللي عملها لنفسه. انتم بتكرهوني، شايفيني اقل من مروان، وشايفينه هو كبير العيله اللي لازم العيله كلها توطى على رجليه وتبوسها، وانا الصغير اللي لازم يكون حاضر وبس، مش كده؟ بقول لك ايه، تعال عايزك في حاجه. روح روح مع عمتك. يا واد يا واد، احنا بنحبك واقسم بالله اكتر من مروان، ده انت العسل الحيله. انا العسل بتاعكم، النغة اللي بتضحكوا عليه بكلمتين، صح؟ انا لو ما خدتش فلوس زي اللي مروان خدها هتعمل ايه؟ استنى، اخوك مروان هو اللي ماسك الشغل، اشتغل معاه وتحطه فوق راسك وتسمع كلامه، ومفيش فلوس عايز تشقى وتتعب وتشتغل اهلا وسهلا، مش عايز في 60 دقيقة. ليه يا عبد الحكيم ليه؟ ما هو ولدك زيه زي مروان. هو ده الكلام اللي كان عاجبه عبد الحكيم؟ واحنا هنعيده كرة عبد الله تاني ولا ايه؟ عبد الله هو فين؟ عبد الله لو ما خدتش فلوس زي اللي مروان خدها هتعمل ايه؟ استنى، اخوك مروان هو اللي ماسك الشغل، اشتغل معاه وتحطه فوق راسك وتسمع كلامه، ومفيش فلوس عايز تشقى وتتعب اشتغل اهلا وسهلا، مش عايز في 60 دقيقة. ليه يا عبد الحكيم ليه؟ ما هو ولدك زيه زي مروان. هو ده الكلام اللي كان عاجبه عبد الحكيم؟ واحنا هنعيده كرة عبد الله تاني ولا ايه؟ فين عبد الله؟ يا واد يا خايب انت، ما تبقاش غشيم، ده ابوك بيحبك، تعرف ده ملوش حديد غير عنك. اهو كلام. طب اسمع انت بقى كلام عمتك وافهمه كويس، ابوك بيحبك والله، بس هو حاسسك ده انك طايش، مفيش في راسك حاجه. اثبت له انت انك اتغيرت وان الشغل بقى كل حياتك، وشوف هيعمل معاك ايه. انا مش عايز حد يقول لي كلام يضحك عليا بيه. الحقيني يا ست فوزيه، الحقني يا حسن بيه، النار كانت المخزن. انهي مخزن يا بت؟ المخزن اللي ورا. يخرب بيت ابوكي، المخزن اللي فيه جهازي. يا لهوي يا حبيبي.
يلا يا خالتي هتيجي معايا ولا لا؟ طب مش استنى ما اكل لقمه الاول؟ اتهمك على بطنك ما تقومي. ما تستني يا كريمه، يعني هو انت عارفه بيت الوليه فين؟ لا ما اعرفش بس هسال يعني واللي يسال ما يتوهش. والله ما عارفه ولا قادره اصدق. ازاي انت مصدقاني الكلام ده حقيقي؟ الله تعرفي تفهميني ريتال هتكذب عليا ليه؟ علشان تملى قلبك غل، علشان حسن واللي عملوه معاها، عشان خاطر ابوها، علشان اللي شايفاه منك ومن عمها، وكل واحد فيكم بياكل في التاني. عايزين العيال يعملوا ايه بعد كده؟ يحبوا بعض؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب لو طلع الكلام ده حقيقي وجبريه عامله كده هتعملي ايه؟ مستحيل هيبقى حقيقي. الله افرضي يا ستي حقيقي هتعملي ايه؟ معاكي. يبقى جبريه لازم تتربى وتاخد جزاها. وانا كمان اوعدك لو طلع الكلام ده كذب هحط لساني جوه بقي واتكتم واروح لعبد الحكيم، واي حاجه يطلبها مني هنفذها. مبسوطه؟ ويبقى عين العقل اللي هتعمليه يا كريمه. طب قومي بقى. حاضر. يلا يلا. يا مريم يا وكستي يا حظ المهبب يا وجعه الساده بقى. عفشي عفشي وجهازي يتحرق ليه؟ ليه يا ربي؟ عملت انا ايه يا ربي؟ بس يا حظ المهبب يا وجعه التلمطينه يا فوزي. لا يا يا وكستي اقول لك ايه. لا يا اخت تعمليش في روحك كده، معلش بس ياك تكوني فاكره ان النار دي ولعت كده من نفسها. تقصدي ايه؟ لا لازم حد هو اللي ولعها. حد؟ اها معلوم وما فيش غيرها لنفسها تشوف كده فحمه مولعه. كريمه؟ هو في غيرها؟ ان شاء الله تولع يلاقوش نقطه ميه يطفوها بيها. تعالي يا جليله تعالي. يا دلال بنتي يا دلال انت يا مزغودة ردي. يمكن مش هنا. مش هنا ازاي يا جليلة؟ الباب مفتوح وبعدين البيت تبقى لها كم يوم مش باينة. تكون رقد عيانة ولا حاجة. الحمد لله قوتي اللي بيها. يا بنت مدندح عليك يا دلال. يا بنتي يا دلال. الله يا دلال بنت راحت فين؟ بقول لك ايه؟ بلا دلال بلا هم، يمكن سافرت عند حد من معارفها ولا من قرايبها. يلا بينا نطلع يلا. انت خايفه يا وليه ولا ايه؟ اصبري شويه. انا هخاف من ايه بس؟ تعالي تعالي انت عامله خبيثه اهو. أنا مش خايفة ولا حاجة، بس ما ينفعش ندخل بيتها وهي مش موجودة فيه. الخبيز قديم يطلع له بقاله يومين ثلاثة معمول. معقولة؟ يا دلال! دلال مش راجعة تاني يا جليل. دلال مش راجعة تاني. شفتي؟ وهي دلال دي حد يعرف لها سكه ولا مله؟ ما يمكن ما يمكن طلعت ورجعت تاني. يمكن ايه بس؟ انت لسه هتقولي يمكن؟ كل كلمه قالتها البت ريتال صح. يمكن قال. ايش؟ لا 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 لا
بيت دلال دي مش هرجع تاني. أنا عارفة كل اللي بيحصل ده من وراه مفيش إلا جبرية. هي جبرية. تعالي تعالي وانتي مرعوبة كده. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي عملتي كده؟ اه. هو ايه ده اللي اه؟ انتي عارفة لو بلغت عنك هتروحي في 60 داهية. مش هتبلي. وانا عن نفسي زينب ما طلعتش من البيت من الصبح. والناس اللي شافوها في الشارع بقى ان شاء الله. مجاني ايه الخيال راكبهم؟ هنعمل لهم ايه يعني؟ وجالك قلبي يا زينب؟ ارتحت. كنت حاسة براحة وانا شايفة النار ماسكة كل حتة في عفشها وبتاكل فيه. كان نفسي النار دي تمسك في البيت ده كله باللي فيه مش عفشها بس. ايه الشر ده كله يا زينب؟ انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده. وحتى لو كنت عملتها عمري ما صدق نفسي ان انا ابقى حاسة باللي انا حاسة بيه ده من جوه. انا كنت مرتاحة مع اني كنت عارفة ان في ناس تاني بتتأذي من ورايا. بس وقتها انا حسيت ان ده نفسي، ده حالي، انا شايفة حالي في عينيهم، شايفة حقي اللي انا مش عارفة اخده، شايفة فلوسي اللي هما بيتهنوا بيها. حسيت وقتها انه لا، انا مش هسيب حد يتهنى بيها ابدا. اذا ما كانتش معايا تولع بيهم كلهم. دول مشكلوا بمالك وبس، مشكلوا اعز الناس ليكي كمان. انا عايزة ازور بابا. وانا كمان. يا ريت دلوقتي. شوي الشمس تغرب ونروح. على فين؟ على كريمة. ما بلاش. بلاش ايه؟ ده انا هطلع زمارة رقبتها في يدي. عبد الحكيم يعرف يتضايق. عبد الحكيم ملوش صالح، ده شغل حريم ملوش فيه. اه والله انت صعبانة عليا. قولي لي هتعملي ايه في عفشك اللي اتحرق؟ معلش ادخلي على الفرش القديم، ما جراش حاجة. يلا اخلصي، كريمة عينها عليكي ومش هتسيبك، وكفاية حبيبتي العمر اللي ضاع. أقول لك على حاجة عرفتها بالصدفة، حياة غلاوتك عندي بالصدفة. قولي. العمل اللي معمول لك مدفون في تربة، وأنا كمان عرفت فين التربة. صح يا جبرية، عرفتي فين؟ معلومة عرفت. أنا حبيت أقول لك عشان تحرص وتعمل حسابك، وكفاية لحد كده عاد. برضك هروح الكريمة. ولعي فيها. السلامة يا حبيبتي. ايه في ايه؟ هي فين؟ فين اللي تندب في عينها كريمة؟ عايزة ايه فوزية؟ فوزية؟ حاسك ده؟ اسمي ستك فوزية يا بت، ولما تتحدثي معاي عينك تبقى في الأرض. ليه يا حبيبتي؟ كسر عيني ولا ماسكة عليا زلة؟ خير على الصبح يا عمتي. عمتك؟ عمتك منين يا اختي؟ ما خلاص هي بقى فيها عمات؟ هي فين الوليه دي؟ تعالي هي رايحه فين؟ يا نهار ابوك مجندل، بتمسكيني من يدي يا بت؟ ما تضربيني قلمين يا بت يا كريمه. اسمها بنت عبد الله، ولا تكون انت نسيت اخوكي؟ اما انتوا كلكم نسيتوه، ما بقاش حد فاكره، ومش بعيد كمان انت يكون لك يد في موته يا هانم. اتجنيتي يا بت؟ اتجنيتي؟ ايه الكلام الوعر ده؟ انا اقتل اخوي؟ اوعى كده. روحي يا حبيبتي اسالي جبريه، قول لها مين السبب في موت اخويا وشوفي هتقول لك ايه. ايوه 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 انا عرفت عرفت. امك هي اللي مفطماكي على الكلام ده، لكن لا انا مش هسيبها. عمتي امشي دلوقتي احسن. مانيش ماشيه. عارفه امك عملت ايه يا زينب؟ ولعت في جهازي، ولعت في عفشي، ما سابتش حتى معلقه. هو انت فاكره انك هتتجوزي يا فوزيه؟ يا ألف نهار أبيض، ألف نهار مبروك. لي 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 من سخرته يا بنات. والله لو حصل ده إن حصل يعني لا تحزم وأرجوس لك في الشارع قدام البيت الكبير، بيت الأكابر والأصول، البيت اللي بيحافظ على ناسه. انت بتتمجلتي عليا يا بنت؟ آه بتمجلت عليك، ومش أنا بس، دي البلد كلها يا ست الستات. عيب يا نادية، دي برضه عمتنا. برضه عمتنا؟
طب اقول لكم عاد اني هولع فيكم في البيت ده كله. طالعين يا ولية، انت اتجننتي يا ولية انت ولا ايه؟ اتجننت؟ بتشتمي عمتك يا بنت؟ عمتي؟ ايه رايك بقى ان انا من دلوقتي ماليش عمات؟ انا لا عندي قريب ولا عندي بعيد. اللي هيحبني ويشني على دماغه هيبقى جوه قلبي، اللي هياكل حقي بقى يا عمتي هاكله كده بسناني. بالراحه عليها يا زينب، ما تتكيش عليها جو الده، غلبانه برضك نفسها تدوج الجواز، انما هتعمل ايه؟ العمر خلاص ولا والارض بارت والجلد شجج. يا لهوي يا وليه، ده انت محتاجه ميه نار تجليكي. ميه نار اما تاكل مصارينك يا بعيده، انا هولع في البيت ده وفي الكل جريله. اوعي تهيئي بيت يا فوزيه. تولعي في مين؟ تولعي في مين يا عانس يا عرة النسوان؟ انت يا بنت تشوفي لك تربه تروحي تحجزيها وتقعدي جنبي منها قبل ما التربه تتزحم، وانت فاكره نفسك مره؟ انت فاكره انت جايه بتتحجمي علينا؟ بتضربوني؟ بتضربوني؟ كده يا كريمه؟ انا هولع فيك زي ما ولعت في عفشي. عفشك ولا؟ انا ولعت في عفشك؟ ايوه. انت بتتكككي يا بنت. لعلمك بقى يا عمتي اللي ولع في عفشك انا مش امي. انت يا زينب؟ انت ولعتي في عفشها؟ حبا ما نولع فيك يا عيدة. بره يا بيت، بره. طيب اوريكم بره. انت بره ده لما تاخدك. هيا ماما، عملتي ايه؟ اوعي بتسربي من دماغك يا زينب. ماما لقيتي دلال؟ لا يا بنتي ما لقيتهاش. طب سالتي عليها؟ ما حدش يعرف لها طريق جره، والطبيخ حمضان، والخبيث بقاله كام يوم محطوط على الطبليه. طب ما نبلغ. نبلغ؟ طبعا نبلغ. هي مش دلال دي واحده من البلد وغايبه بقالها فتره؟ يبقى لازم نبلغ عشان نعرف هي راحت فين، علشان لو كانت اتقتلت او حصل لها اي حاجه يبقى ساعتها الشرطه تحقق وتقول لنا ايه اللي حصل ومين عمل كده، ولا ايه يا ماما؟ شرطه كمان؟ نادية، تعرفي فين مكتب المأمور؟ اعرف. طب انا عايزة اروح اقعد معاه بعد جوم. اذنك يا ماما. قومي بينا. ابوس ايديكي تسامحي، انا كنت بحس ان انا بولع من جوايا، عشان كده ولعت في عفشها، عشان خاطري، عشان خاطري. انا مش زعلانة منك، انا زعلانة بس ان انت عملتي كده من ورايا. انا اسفة. تولع هي وعفشها. أنا خدت عنوانك من الست دليدة. ما كانش لازم تيجي هنا. ما ينفعش، كنت أعرف إن هو عيان وما جيش أزوره. ممكن تاخدي بعضك وتمشي. مش قبل ما أشوف. مش هينفع ندى الكلام اللي بتقوليه ده، مش هينفع هنا. ليه؟ لا أنا قلت حاجة عيب ولا حرام؟ أنا جاية أشوف عبد الحكيم، الراجل الجدع اللي وقف جنبي، وأوعدك هي نص ساعة وهمشي مش أكتر. مش هينفع. أنت هتكلمه أنت ولا أكلمه أنا؟ جاري يا ندى، قلت لك مش هينفع يعني مش هينفع. انت ايه ما بتفهميش؟ على فكره بقى، انا كان ممكن اكلمه قبل ما اجي هنا واقول له ان انا في البلد كمان، وانا متاكده انه ما كانش هيقول لي لا، ده يمكن كمان كان يقعدني في داره ويكرمني. انا عارفه عبد الحكيم راجل وسيد الرجاله كمان. بلاش يا ندى اللعبه اللي بتلعبيها دي، عشان اللي بتعمليه ده مش حلو عشانك. لعبه؟ لعبه ايه؟ هو خوفي عليه بقى لعبه؟ ولا كوني ان انا جايه ازوره من اخر الدنيا بقى لعبه؟ عامه انا اللي غلطان، انا اللي قلت اجي لك الاول واستشيرك، ما كانش العشاء. طب خلاص خلاص، استني انا ممكن اتصل لك بيه واقول لك ان هنا واخليه يجي قبلك. وانا وعدك هي نص ساعه وهمشي على طول، اطمن عليه بس. ما حدش بقى لي امان صدقني، أخوك اللي من أبوك وأمك نفسه ملوش أمان. الله عندك حق. أنت فاحت نفسك في سكة مش سكتك، معرفش ليه، بس أنا عملت الخطوة الصح. اللي هي؟ عملت شركة. لا، وشركة بعيدة عن سليمان خالص. أنا نفسي أعرف إيه اللي في دماغك ناحية سليمان. والله مش أنا اللي في دماغي، هو اللي في دماغه. هو يعرف واحدة تانية وأنا ما عنديش مشكلة، أصله يعني لو واحدة طياري عادي، بس انه يتجوز عليا. تخيل يتجوز عليا، يعني يجيب واحده ويسويها بيا، وانا ما برضاش بكده خالص.
اولا ما بحطش نفسي في موقف زي ده، وتاني حاجه مهما كان اللي هيجيبها عمرها ما هتبقى زيي، او زي ما بيقولوا سعيد عمرها ما هتبقى جزمه في رجلي. جزمه في رجلك؟ اه. عارفه انا بحب الست الواثقه من نفسها. وانا ما بتكلمش، باخد موقف على طول. قولي بقى هتتغدى ايه؟ بحب الحمام يا حبيبتي. واقول لك بحب ايه كمان؟ بحب الكلام الحلو، الكلام اللي يحسس انه الراجل الوحيد في الدنيا دي كلها. ايه اللي جابك هنا؟ أنا جاي هنا بخطري، أنا جاي هنا عشان أعرف إيه اللي بعدك عني. أنا أسفة، دي مراتك؟ أيوة مراته. آسف، يلا قوم. مش قبل ما تعرفنا على الهانم الجميلة الحلوة اللي تقلع القلب وتخطف العين دي؟ متشكرة قوي، أول مرة حد بيوصفني بالطريقة دي. اشرح لها معلش فهمت غلط، وبقى قولي على اللي اتفقنا عليه هنعمل إيه. عن إذنكم. انت ازاي تيجي هنا من غير ما تقولي؟ هتتجوزها يا مروان؟ جوازي وزفتي ايه؟ ده شغل. شغلي مع دي؟ في ايه تشتغل معاه فيه؟ انت تصرفت تصرف غبي. غبي؟ تشتمني عشان دي؟ فيها ايه احسن مني؟ فيها ايه زيادة عني؟ دي هفتح معاها شركة وهي اللي هتساعدني. طب ما تقول بتداري ليه؟ ما جاتش فرصة. اهجت الفرصة ودينا قاعدين. قولي ايه شركة دي؟ عايز اعمل شركة لنفسي بعيد عن اي حد. عايز تطلع عن طوع ابوك؟ يلا قومي. أنا خلاص كده اطمنت عليك، مع السلامة بقى. على طول كده؟ طب يعني وأنا هعوز إيه غير إن أنا اطمن عليك وأشوفك كده شديت حيلك؟ ما كلمتيش ليه في التليفون؟ ما كانش ينفع، كان لازم أشوفك بعناية واقف على رجلك، قلبي ما كانش هيبقى مرتاح. أمال إيه يعني؟ هو اللي بينا ده كان شوية. كلامك يريح البال ويضطر القلب. انت بالذات بالك لازم يبقى مرتاح. هو انت في زيك؟ بس وعدني بقى اول ما تخلص اللي وراك هنا تيجي وتزورني على طول وتقعد معايا شويه. اقولك انا هحجز في اسكندريه تاني. عجبتك اسكندريه؟ ايه اللي عجبتني؟ طب اقولك على حاجه، انا رحت اسكندريه دي كتير بس عمري ما كنت مبسوطة ولا مرتاحة إلا وأنا معاك. طب ورب الكعبة أكني عمري ما زرتها قبل كده. إيه؟ مالك؟ يا بوي ليه الستات كلها تعرفش تقول الكلام الحلو ده اللي يخلي الراجل ما يقدرش يستغنى عنها؟ أنت قدامي للوقت ملكة ومتربعة، كلامك بيريح بيشيل الهم والغم. بعد الشر عليك من الهم والغم. ابعد يا هم، ابعد يا غم، ابعد عن سيدي الناس كلها. يا بيه يا بيه بطل الكلام الحلو ده اللي يخليني ما اقدرش استغنى عنك. طب وايه يعني؟ ما هو ده المطلوب، انك ما تقدرش تستغنى عني. طب وتستغنى عني ليه؟ هو أنا يعني كان ليا حد غيرك؟ طيب يلا عشان تنزلي على مصر. طب وعد إنك هتيجي؟ يلا. أنت هتخرج معايا؟ أيوه، العربية بره مستنية هتوصلك لحد باب البيت. يا لهوي، إيه ده؟ طب ده عم اسحاق كان هيموت في جلده من الخوف لما عرف ان انا جايه لك. تقوم انت كده ولا همك وخارج معايا كمان وهتبعت العربيه توصلني مصر؟
لا انا بحبك من شويه عشان انا الكبير. عشان ما تنسانيش. يلا يلا تعالي تعالي. مصيبه يا حسن مصيبه. ايه اللي حصل؟ ندى شفتها داخله بيت اسحاق. ندى؟ اه. اللي جابها هنا؟ بيني وبينك الفار لعب في عبي، وقف تراقب البيت شويه والاقي لك مين داخل؟ ابوك عبد الحكيم. وي اه فسرها لي انت بقى داخل ليه اسحاق. بص انا حاسس كده ان مروان كاتم الاسرار، عارف كل حاجه وعامل من بنها. وفاكر نفسه انه يقدر يتحكم فيا وفي كل حاجه، وان انا هسيبه. بصراحه بيني وبينك انت اللي غلطان يا حسن. اه انا اللي غلطان، انا اللي بعدت وسبته اتمرمك في العز لحاله، في الاخر كبش وحط في حسابه. ابوك مأمنه بزياده قوي عن اللازم واكل عجله. طب وبعدين هتعمل ايه؟ معرفش. طب ما اكلم ابوك. كلمته. تعرف الصراحة بقى المفروض تعمل ايه؟ المفروض انك تنخور ورا مروان، تشوفه بيعمل ايه، اخره ايه. تقصد ايه؟ اقصد لا يا عم، لا يا عم بلاش، لا تفتكرني عايز اوقع ما بينك وما بينه. ما تنطق. انت فكرك يعني ان مروان مرضاش يموت مفيدة عشان صعبت عليه وعلى الواد اللي في بطنها؟ هات من الاخر. عايز يمسكك من ايدك اللي بتوجعك، عايز يحطك تحت رجليه. طبعا ابوك لما يعرف انك مخلف عيل من الحرام ومن مفيدة، اقل حاجة هيحرمك من الميراث. ايوه. امال انت فاكر ايه؟ مروان ده مش سهل، مروان عامل حسابه من الاول على كل حاجة، عايز يبعدك عن طريقه. صدقني يا اخويا الفلوس بتغير النفوس، اسمع مني يا حسن. وانا مش هسيبه، هربيه. هو فاكرني لقمة طرية، بس ده بعده. اهلا وسهلا، اتفضلوا. شكرا. شهد عبد الله. اهلا وسهلا. انا مش محتاجة اعرفك بنفسي. اكيد طبعا. نادية عبد السلام. ابوك عامل ايه يا نادية؟ بخير. يعني وصل؟ وصل فين؟ الحجاز. وصل. طب قولي له لما يرجع ان انا عايز اشوفه ضروري. لو رجع اصله شيع لي وقال لي القعده جار النبي زينه قوي يا ناديه، تخلي الواحد يزهد الدنيا وما فيها، وانه مش ناوي يرجع مصر تاني. طب اديني رقمه عشان عايز اكلمه. طبعا. بس هو مش معايا دلوقتي. ماشي. امور ست البنات. انا جايه اقدم بلاغ رسمي. بلاغ مره واحده كده؟ كان في ستة غلبانه كانت دايما بتعدي على امي، فجاه كده اختفت وما بقتش تيجي، فقلقنا عليها قوي، فقررت ان انا اروح بيتها يعني واشوف اخبارها ايه واطمن عليها. ما لقيتهاش موجوده، ولقيت بيتها زي ما يكون مش مظبوط خالص، وزي ما يكون في حاجه غريبه حصلت لها. كان في حاجه غريبه ولا متاكده؟ لا طبعا مش متاكده. اسمها ايه؟ اسمها دلال. دلال الدلاله يا باشا. ايوه. بس دلال الدلاله دي متعوده ان هي بتختفي وبتروح وبتيجي، ولا حد بيعرف بتروح فين ولا بتيجي منين ولا بتعمل ايه. ايوه بس بيتها بيقول يعني زي ما اكون كده ان هي بقالها فتره غايبه. ده انتي دخلتي بيتها بقى؟ هو الحقيقه مش انا، هي ماما. بس ده ممكن يعرضها لمساله قانونيه. طبعا عارفه، انا خريجه حقوق اصلا. طيب بما انك خريجه حقوق يعني عارفه المسائل القانونيه كويس جدا. انا بس كنت عايزه اطمن عليها علشان في كلام كده بيقول ان هي اختفت. الله. طب ما يمكن تكون راحت الحجاز. اصل انا ملاحظ ان الناس عندكم في البلد بتسافر وبتروح وبتيجي من غير ما تسيب وراها اي اثر. ولا يكونش البلد عندكم كلها ناويه تعتكف؟ ها ناديه؟ يا ريت حد يطول. على كل حال انا كنت جايه اقدم بلاغ رسمي. ماشي، وانا هحقق في البلاغ ده بنفسي. اعمل ايه يا مجنون؟ ابعد عني. ما تتكلم يا عمر، من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك ولا كلمة. خير إن شاء الله خير.
طب اقول لك انا انت جاي ليه؟ انت جاي تقول لي ما تهدي شويه يا ست كريمه عشان عبد الحكيم اصله كبير البلد. لا 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 انا جاي علشان حاجه تانيه خالص. ايه هي؟ جاي عشان زينب. زينب بنتي؟ ايوه. مالها؟ عايزه اتجوزها يا ست كريم. كده اهو خبط لزق. ايوه كده خبط لزق. وانا اخدمكم في اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه؟ اي حاجه. لو حتى يعني طلبتم لبن العصفور. لا ولا لبن العصفور ولا الجاموسه. انا ما بحبش اصعب الامور على الناس. بس لا مؤاخذه يعني انت على ذمتك اتنين. ايوه ماله بس يعني انا خدام الست زينب لو طلبت بيتي هنا انا موافق. بيتي في مصر موافق. اي حاجه تطلبها. اي حاجه؟ اي حاجه اطلبها يعني؟ اي حاجه. الارض مالها؟ مالها ازاي؟ هو انت عايز تتجوز من غير ما تدفع مهر للعروسه؟ لا معقول الكلام ده؟ في عروسه من غير مهر؟ انا تحت امرك من جنيه لمليون. وانا بقول لك الارض. ايوه فهمت فهمت. 10 فدادين كويس. 10 فدادين؟ طيب خليني بقى افكر كده واخد ودي مع نفسي وبعدين ارد عليك. خلاص يا ست كريم اقعدي فكري زي ما انت عاوزه. انا تحت امرك وتحت امر زينب. المهم تكوني معايا. ما انا بقول لك هشورها واخد رايها وارد عليك. حقك حقك. القهوه يا عمد؟ لا ما انا شربتها بقى. انا مستني الرد. باذن. اتفضل. مروان البنت مفيدة طفشت زي ما يكون عملت حاجة في البيت. هكون عملت فيها ايه يعني؟ اسمع يا فريدة مش عايز اسمع اي حاجة تضايقني، فاهمة ولا لا؟ ماشي بس بشرط. قولي. نسهروا مع بعض النهاردة. حاضر انت تأمري. جمانة؟ ايوه جمانة. رد. مش عايز. مش عايز ليه؟ مش اللي بينك وبينها شغل؟ ايوه شغل. يبقى اهلي خليك ما تردش. رد. طب خلاص خلاص. الو. ايوه يا جمانه. اسمع انا اسف على اللي حصل النهارده. لا 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 هي مش زعلانه منك. لا لا والله اللي عملتيه ده صح الصح. حاضر هنتقابله. شكرا يا جمانه. شكرا. انا هنزل. هتروحي فين؟ عايز اشتري شوية حاجات واجيب الغدا واجي. الغدا هنطلبه دولك في التليفون. ما انا هجيبه معاي وانا جاية. اصلا انا عايز اشتري شوية حاجات كده ليا. طيب انا هنام عبال ما تيجي. ماشي يا قلبي. مرار طافح. اسمعي ما تأخري شيء. من عيني. هلو جمانة اسمعيني حقك علي. لا هنتقابله هنتقابله. حاضر حاضر. سلام يا غالية. سلام. الولية كريمة دي لازم تتعلق من ايديها ورجليها وفين يوجعها. دي كانت هتموتني عبد الحكيم. ما هي لو كانت لقيت راجل يلمها ما كانتش عملت كده. جبرية. ايوه جبرية. سيبينا وحدنا. ها؟ يعني كلمة انا اللي وقفت في الزور. قلت لك سيبينا وحدنا عايز اتكلم مع اختي. وانا الغريبة صح دخلة من البصلة وقشرتها. حاضر غلطانة أنا غلطانة. نقعد يا فوزية. اللي قدك عندي كريمة. البنت زينب هي اللي ولعت في جهازي وعفشي. ومش كده وبس. البنت دي اللي قال لي مالها يا عبد الحكيم. دي كانت عايزة تموتني هي واللي ينقطع فرطها نادية. ترضى ما كانش لازم تروحي. كنت تقولي لي وأنا كنت هتصرف. يا عبد الحكيم الولية كريمة ما هياش سهلة. دي بتخطط لحاجة. وما كنتش تلمها من دلوقت مش هتعرف تلمها تاني. ها
هتعمل ايه؟ في ايه؟ ما؟ في جهازي. انزلي نقي اللي انت عايزاه وانا هجيب لك كد اللي راح 20 مره. قولي المحروس قد الكتاب بكره. صح يا عبد الحكيم؟ صح. حسن كنت فين؟ ما كنتش. اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا كده طريقتك ومعاملتك للناس. يعني ايه؟ يعني اللي يسوى واللي ما يسواش بقى راسه براسنا. كامل المجنون اللي دماغه رايحه منه كان عايز يموتني. يا مري كده؟ منه لنفسه؟ اسأل الناس لو مش مصدقني. استنى مش بتكلم معاك. نعم. تغير هدومك استناني في المكتب لحد ما ارجع لك. مروان فين امال؟ سمعتني قلت لك ايه؟ انا ممكن اعرف حاجه. قول. انا ليه كل ما بتتكلم معايا بتزعج؟ ليه بتبقى عصبي وكانك بتتخانق ويايا؟ مع انك لما بتتكلم مع مروان بتاخده على الهادي وبتحايله كان هو الحال اللي قريب من قلبك. لا ما تقولش كده، انت مروان عند ابوك في ميزان واحد. لا يا اما مش في ميزان واحد. لو كنا في ميزان واحد كان عملني زي ما بيعامله. ولدك اتجنن يا جبريه، فاكرني بفضل مروان عليه؟ لا يا اخويا، ده من كتر حبه ليك يعني نفسه يبقى قريب منك، تتكلم معاه اكتر، يحس كده ان هو عينك ودراعك. شمس فين؟ موجوده اخويا. زينه والمحروس جوزها قاعد على القهوه كالعاده. محدش بيعمل حاجه عليها العين في البيت ده غير مروان. زينب اعملي حسابك هتتجوزي لهم ده. ايه اللي انت سمعتيه؟ انت عارفه يا ماما الكلام ده معناه ايه؟ عارفه وفاهمه كويس قوي انا بقول ايه. طب لو انت فاهمه فهميني. اسمعي يا زينب، لو كانت البلد دي بتعمل لعمك حساب ايراد واحد فهي بتعمل للعمده 24 ايراد، وبعدين العمده سلطه. عندك حق. وغير كده وكده، عثمان ده يعرف عن عمك كل كبيره وصغيره اللي مفيش مخلوق يعرفها، حتى جبريه نفسها ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني عثمان لما يتجوزك هيبقى كل همه يجيب ميراثك وارضك من عبد الحكيم عشان يلم كل الحاجات دي ويحطها في جيبه عشان البلد كلها تبقى في حب العمدة. فهمتي؟ فهمت. يعني انت دلوقتي عايزة تحطي العمدة قدام عبد الحكيم في حلبة مصارعة واحدة، واحنا بقى نقعد نتفرج عليهم. دي شهد جت اهي. عملتي ايه يا شهد؟ قال لي ان هو هيحقق ورا الموضوع، بس طبعا قعد يلقح في الكلام ويقول لي يمكن سفره الحجاز زي خالك عبد السلام. سيبيه يلقح، المهم ان هو عرف عشان بعد كده لما نطلب منه حاجه ينفذها لنا. تحيه يا نادي. تعالي زينب. روح لعمك. صح الكلام اللي انا سمعته ده بنت اخويا؟ اوه تدعي ايدك يا رب، ربنا ياخدك يا عبد الحكيم. انت ايه يا راجل؟
ما عندكش دم، جاي بيت الراجل اللي انت طخيته بالنار ودمه لسه ما نشفش. انت تخرسي خالص. خرس حسك وتغضب وسطك. ايه فاكرني ايه؟ هخاف منك وهعمل لك حساب؟ لا انت مالكش عندي اي 30 لازمه. بتضرب بنتي قدامي وجاي وفرد قلوعك ومحمر عينيك. خلاص خفت وكشيت في جلدي، هموت الحقوني. تعالى معايا يا بنت كريمه. اوعى نزل ايدك. اوعى اوعى، مش رايحه معاك في حته. ايه بنت كريمه، بنت كريمه مالها؟ كريمه عامله فيكوا ايه؟ هرجع اقلبكوا كده ليه؟ والكلام بتعلي حسك عليا. اطلع بره يا عبد الحكيم، احسن قسم عظما. اطلع اجيب البندقيه بتاعت اخويا واتخك عيار واخلص منك ومن قرفك. بدل ما تعجليها، بدل ما تقولي لها تحترم عمها، ها؟ بدل ما تقولي لها يعلمك الصح من الغلط. ما اتعلمناه منك خلاص يا عم، اتعلمنا اللي احنا عايزينه هو الصح، اللي يناسبنا هو الصح، وطالما اللي احنا عايزينه بقى بيصب في مصلحتنا فطز في مصلحه اي حد تاني. هو ده اللي احنا اتعلمناه منك يا عمي. هقول لك على حاجه غريبه قوي كمان، بابا الله يرحمه كان دايما بيقعد معانا ويقول علينا ان احنا جيل فاشل، جيل ما يعرفش معنى العيله، لا عمره زار عم ولا خال ولا ودى حد من اهله. كان الله يرحمه بيتكلم وهو مش واخد باله ان هو نفسه عمره ما زار حد من اهله. انت بقى دلوقتي جاي تعلمنا فين الصح وفين الغلط؟ الصح ده بقى اللي انا وزينب بنعمله ولا امي اللي مش عاجباك؟ ما هي برضه بتقلدك. هي طبعا ما وصلتش للمرحله اللي انت وصلت لها. احنا بنعمل اللي اتعلمناه منك يا كبير. كرهت البنات فيا يا كريمه؟ كرهت البنات في عمهم؟ انا مش مخلفه بنات يا عبد الحكيم، انا مخلفه رجاله بشنبات. وهقول لك تاني، لو ما خرجتش دلوقتي هطخك بالنار واخلص منك بره بره. صدقني يا عبد السلام، ما كانش قصدي، أنا كنت جاهلك وفديت إن استسمحك ورضيك، لكن أنت طورت علي، أنت صاحب عمري، أخويا اللي ما جابتوش امي، لكن هنعمل ايه؟ مقدر ومكتوب يا خويا، وانت يا عبد الله يا اخويا أمي وأبوي، أنت عارف، أنت عارف أنا عملت كده ليه؟ عشان أحافظ على الأرض والمال والعيلة، لو سبت كل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل حاجة ضاعت، مش كده؟ يعني لا جيت ولا سألت ولا قلت حتى اروح اشوف مالها بعد اللي حصل. ما انت عارفه يا فوزيه، عم الحاج منبه عليا اني ما اجيش هنا طول ما هو مش موجود. برضك
كان لازم نسيب اللي وراك واللي قدامك وتجي تطمن علي. هاجي اقول ايه؟ هاجي اقول لك ما تزعليش ولا هاجي اقول لك معلش؟ تقول كده؟ ما تقولش كده ليه؟ عشان المفروض ان انا اجي اقول لك ان انا هجيب اللي احسن منه، انما هعمل ايه؟ حسيت اني عاجز، ايدي مش طايله. ما تقولش كده؟ بس هي دي الحقيقه يا فوزيه. طيب مش عايز تعرف عبد الحكيم اخويا قال لي ايه؟ قال لي ان كاتب الكتاب هيبقى بكره. ايه؟ بتتكلمي بجد؟ ايوه صح. يا فرج الله. عايز اقول لك على حاجه بقى، ان عبد الحكيم ده احسن واحد في الدنيا. اقول لك عبد الحكيم ده سيدي وتاج راسي، ويعني لو طلب مني اي حاجه في الدنيا حتى لو قال لي موت نفسك هعمل كده. بقى خليها لبكره. مش قادر استنى لحد بكره. بعد يا واد بعد. اوعى. انا عايز امشي من هنا. سمعتني يا حسن؟ لا. لا سمعتني وعامل نفسك مش واخد بالك. عايز اقول لك على حاجة. انا حامل. ايه؟ ايه في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ هو انا قلت حاجة غريبة لا سمح الله؟ بقول لك حامل. ولي العهد هيشرف. يلا انزل قول لابوك. أبوك أول ما يعرف إن أنت هتجيب له ولي العهد هيطير من الفرحة وهينسى مروان ده خالص وهيشيله من دماغه كمان. اسمع بس اللي بقولك عليه. أنت بتحبيني بجد يا ريتال؟ الظهر اللي أنت شفته في حياتك مخليك مش قادر تصدق إن ممكن يكون في حد بيحبك بجد. يعني أنا في الأول قلتلك إن إحنا الاتنين محتاجين لبعض وده الأهم، بس يعني إن جيت للحق أول ما عرفت إن أنا حامل حسيت ان انا ما اقدرش استغنى عنك يا حسن. ما حبكش ليه وانا في بطني حته منك. الاول يعني كنت مقلقه منك كده واخده جنب، بس دلوقتي لا، دلوقتي انا ماليش غيرك يا حسن. حسن وبس، انت اخويا وابويا واهلي كلهم. وابويا يا ريتال جد الوادي حسن جواكي من ناحيته ولا اي حاجه. الأول بس يعني كنت شايلة منه، كان في بيني وبينه حاجز كبير قوي، بس دلوقتي هشيل منه ليه؟ عشان الأرض والفلوس؟ كل ده هيرجع لابني وابنك في الآخر. يلا يا حسن انزل طمنه وخده في حضنك وقول له إن الريتال بتحبني واقفة معايا. أنت ابنه الوحيد اللي هتجيب له العيل اللي هشيل اسمه طول العمر. يلا يا حسن قوم بقى. متزعلش مني يا ابوي. طب لو قلت لك على خبر يخليك تنسى الدنيا واللي فيها تعمل ايه؟ الاخبار في البيت الكبير بقت كلها زفت. الا الخبر اللي هقوله لك. خبر ايه؟ ريتا الحامل. بتقول يا ولد؟ بقول لك ريتال حامل. صحيح يا حسن؟ صحيح. مبروك يا ولدي. مبروك. فرحان يا حاج؟ طبعا فرحان. فرحان. على فين؟ هطمن عليها. مبروك يا بنتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. اقعدي اقعدي. بالراحة بالراحة. الحق يلا. ديتي ايه؟ الحق يلا. عايزة ايه؟ أبوي. مال؟ في الأوضة عند حسن.
ليه؟ بيعمل ايه؟ معرفش. رتال، انت بنت اخوي، اللي تطلبيه كله انا تحت امرك، ولازم تعرفي ان انت اهم واحده في الدار دي، اهم من نفسي كمان. وهتعملي حاجه بنفسك، اي حاجه عايزاها اللي في البيت يعملوها ان شاء الله جبريه، انما انت ما تتحركيش. وفي ايه؟ رتال حامل حامل حامل. خلي بالك من نفسك يا بنتي. حاضر يا عمي، ربنا يخليك لي يا رب. رتال حامل ياما. سيبها يا حسن، انا عارفه ان مرات عمي مش مصدقه نفسها من الفرحه. بالراحه. ولي العهد هيشرف يا مرات عمي اللي هيقول لك يا جده ابن حسن حبيب القلب. اقول لك انا حاسه بايه؟ هاتي ايدك، هاتي ايدك. حاسه ان هنا هيبقى فيه توأم ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. توم توم يا جبريه، زغرتي. ما تزغرتي يا مرات عمي. مش مصدقه من الفرحه. مبروك يا حبيبي يا عمي، ربنا يخليك لي يا رب. طافح يا جبرية، يا مرارك الطافح يا جبرية، يا دليل اللي مالوش آخر. يا نصيبتك يا جبرية، يا نصيبتك. أقول إيه؟ أقول إيه؟ معقوله؟ لا 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 لا، مش معقول. لا ده كلام ده بيه بنت كريمة من ولدي. لا الصح ده كده، يعني كريم وبنتها وولدها هيورثوني. لا لا كيب كيب يا جبريه كيب. اقول ايه؟ هيبقى اقول بكره ولد ولدي، حصل ده انا هقتله بيدي. لا 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 لا، مش حقيقي. يا مراري الطافح، يا مراري. يا بنت كريمه وطول قلبك لقطع بسناني. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ بفكر. فكري في ايه؟ قولي لي يا زينب، هو المأمور متجوز؟ مش فاهمة السؤال يا ماما. يعني العمدة وفي ايدينا، ايه المانع بقى يبقى مأمور الاسم كمان في ايدينا وبكده يبقى نسيبنا الحكومة؟ ساعتها هما اللي هيجروا يدوروا على ورثنا، وانا امد ايدي في صدر عبد الحكيم وانزع قلبه بايديا، ويبقى يوريني بقى مين اللي هيدفع ديته. فهمتي؟ فهمت. قولي ايه حكايه الشركه دي؟ هساعدك، اسمع اللي بقول لك عليه بعدين كشر. انا وانت واحد، وانا وانت مالنا واحد، وانا عندي مال وارضي، خد اللي انت عايزه، وانا كل ما انت تكبر انا هبقى سعيده ومبسوطه، بس يدي في يدك. طب اشرب يا عصير اللي ما اعرفش نوعه ليه ايه، متزين بالتفاحه.
عملتيني كده؟ ما تأخرتش ولا حاجة، أنا واصلة من بدري، بس عديت على الفندق قعدت شوية، وبعدين كان عندي نمرة خلصتها وجي. عملتي إيه؟ في إيه؟ مالك؟ أنا حاسة زي ما يكون لابسك عفريت. قولي لي بس عملتي إيه؟ عملت اللي اتفقنا عليه. إيه؟ قلتي له إنك حامل؟ أنت عبيطة؟ أقول له إزاي إن أنا حامل؟ لا يا أختي، أنا كان لازم أفرش الأول، وبعدين أنا لو كنت قلت له إن أنا حامل منك كده على طول، كان زمانه دفني في المكان اللي أنا قاعدة فيه. أمال ناوية على إيه؟ بصي بقى، انت هتكلمي فريده دي اللي انت قلتي عليها. هقول لها ايه؟ هتقول لها انك سقطتي وان انت مش هتروحي البلد تاني وان انت لقيتي ناس قرايبك هنا وهتقعدي عندهم. وبعدين وانا هقول لعبد الحكيم ان انا حامل منه، خايفه لو حد كشف الحكايه دي مش هتعدي على خير ابدا. وهيكتشفوها ازاي؟ الحكايه دي محدش يعرفها غير انا وانت وبس. طب وانا هعمل ايه؟ هفضل قاعده هنا؟ هتفضلي قاعده هنا. وايه يعني؟ ايه المشكله؟ طب وحسن؟ يا دي النيله على حسن وسنين حسن. الواد ده زبال، ما يهموش غير نفسه وبس. وانت بقى يا مفيده مالكيش اي سعر عندهم. وهو مروان بعت اللي يخلص منك، عايزه دليل ايه تاني؟ عندك حق. بالواد ده انا هعرف اخش بيت عبد الحكيم واعرف اخد منه فلوس زي ما انا عايزه، وانت كمان هتضمني ان ابنك يتربى في خيره، مش هو ده اللي يستحقه؟ وانا معاكي يا ندى في كل اللي تقوليه. جدع. يا شمس مالك؟ أبوي ماله؟ لما عرف إن حبلة ما عملش معايا زي ما عمل مع ريتال، راح لها لحد الأوضة وباس راسها وخدها في حضنه. ولد أخوي أحسن مني، وولد شمس ملوش عوزة. لا لا لا، ما تقوليش كده يا شمس. لا، أقول اللي أنت ما واخدش بالك منه. عارف ده معناته إيه؟ معناته إن إحنا ولا لينا لازمة. أنا كنت فاكرة الدنيا مش هتساع أبويا من الفرحة لما يعرف إني حبلة. يا بت يا خايبة، ده ابن ابنه اللي هيشيل اسمه، الوريث لازم يفرح بيه. وده ولد بته، ولا أنا غلطانة؟ شمس شيلي الأفكار دي من دماغك وما تشغليش بالك. لا، ده أنا لازم أشغل بالي مليون مرة، وإنت كمان لازم تشغل بالك، لأن اللي جاي لا على البال ولا على الخاطر. وإنت هتقلقينا ليه بس؟ أقول لك، أنا هتصرف، هحلها. أنا مش هسيب الدنيا تمشي كده وأنا واقفة أتفرج. كده ده يا ريتالة بنت كريمة خدت عقل أبوي كده مرة واحدة. شفت أبوي عمل إيه؟ عشان تبقى تصدقني بعد كده. أيوة صح، أنت صح. طب أنا ليه عندك طلب بقى؟ إيه هو؟ عايزة أروح أشوف أمي. تتجننتي؟ أنت عايزة أبوي يقلب علينا؟ مش كفاية لعملية أختك زينب؟ في إيه حسن؟ عايزه اقول لها ان انا حامل. لا لا، ليه؟ اخاف. تخاف من امنا؟ امك لا بتحبنا ولا بتحب ابويا ولا بتقبلني بعد اللي حصل. اكيد لو عرفت يمكن تسقطك. تسقطنا انا يا حسن؟ دمي، انت شكلك ما تعرفش امي كويس قوي. مش يمكن لما اقول لها ان انا حامل الامور تتحل وكل حاجه تروح لحالها؟ برضه لا، صعب. انا بصراحه قلبي مش جايبني يا حسن. مش انا قبل كده قلت لك على اللي هيحصل وحصل يعني؟ وقلت لك كمان ان ابوك قلبه هيلين ولان. صدقني ما تخافش. طب خليها للصبح. وليه مش دلوقتي؟ مش هينفع. ايه بس اللي هيخليه ما ينفعش؟ هيسالني رايح فين. يا سيدي قول له اي حاجه، قول له مبسوطين نازلين نشم هوا، اي حاجه. يلا
يلا بقى يا حسن قوم. ما قلت حاضر. الله، نعم، ايه اللي جابك؟ تعالي ماما عايزاكي. اوعي. طيب خير، في ايه؟ هقولك لما نقعد. نعم، انا حامل. حامل؟ ايوه حامل. عبد الحكيم اول ما عرف اتجنن، كان هيموت من الفرحه. طلع لي لحد الاوضه وبص على راسي وقال لي اللي تأمري بيه، اللي انت عايزاه، كل اللي في البيت ده تحت امرك. خير وبركه يا برنسيس. ما شفتيش بقى جبريل؟ عينيها كانت بتطق شرار والله العظيم يا كريم. اعلى ما في خيلها تركب. طب وانت ناويه تعملي ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ أنا اللي في دماغي هنفذه وهمشي بيه. هو يا بنت تكوني فاكرة حتة البتاع اللي في بطنك ده هينسيني اللي عمله فيا عبد الحكيم واللي عملته جبرية؟ تبقي غبية وغلطانة لو فكرتي للحظة تنسي اللي احنا جايين عشانه. أنا بإيدي هسقطك يا ريتال. مش ده اللي في دماغي يا ماما. أمال إيه اللي في دماغك يا أختي؟ بعد ما عرفت ان جبريه هي اللي قتلت ابويا لازم اخليها تسد التراب، تقول حقي برقبتي. بس انا دلوقتي بسالك انت يا كريم، انت هتعملي ايه؟ اللي في دماغي هو في دماغي. جبريه وعبد الحكيم فاكرين ان انا هكش واجيب ورا، انما لا، ده بعيد عن شنبهم هما الاتنين. وبعدين اسمعي بقى، انت تروحي لعبد الحكيم وتعملي شويه الحركات بتوعك دول، نزلي لك دمعتين كده وتقولي له يا عمي بعد الكلام الحلو اللي انا سمعت منك ده حسستني اني انا ابويا ما ماتش، ودايما تفكريه باللي في بطنك عشان يحس ان الدنيا تحت رجليه. حصل. وحياتك عارفه ان انت تعملي كده. فوزيه كانت بكتبها بكره. بالهنا والشيف. ماشي يا كريم، ارضي عني انت بس. اوعيدك. خلاص بقى يا كريم. بقول لك ايه، خدي المفيد. عايزاكي تخرجي من هنا مع عياطه وتقولي لهم وتفهميهم ان انا طردتك من البيت وقلت لك مش عايزه رجلك تيجي هنا تاني. طبعا تعرفي تعملي كده. تربيتك. انا همشي بقى عشان حسن مستنين. الله في سماه. الله في سماه. لو نسيتي اللي حصل لنا ده اخرتك هكون على ايدي. سامعاني؟ تكلم. مش عارفة أعيط ولا أضحك ولا أفرح ولا أحزن. مش عارفة والله، ما عارفة. تقومي بالسلامة يا ريتال. الفطير طالع إيه؟ عسل. يا رب الأمور تمشي على خير يا رب. يا أختي هتمشي، وإن شاء الله إن شاء الله ليلتك مش هتبقى بيضة، ده هتبقى حمرة. صح فرحانه لي يا جبريه؟ اه والله من قلبي فوزيه. ده انا الود ودي كنت عملت الفرح 7 ليالي ورقصت لك كمان، واخوكي كان قتلني. بعد الشر عليك. ما انت زي اختي بردك يا جبريه. اه والله صح، اختي حبيبتي انت. يا ابويا بيقول لي اذبح ايديك رومي. واحد هو ماله بخيلك ده؟ احنا عندنا كم فوزيه يعني؟ اذبح التنين اقول لك 3 يا بيت. حاضر يا امه. مبروك يا عمتي. الله يبارك فيك. مبروك. بقول لك ايه يا شمس، اطلع للسنيوره قولي لها تفز وتنزل تساعدنا. عبك ده ولا هي هتفضل راكده يعني في السرير تبدو تفجس؟ حاضر يا اما.
جبرية أنا صراحة لسه خايفة وقلقانة. يا بنت ما تخافيش يا بنت، سيبيها على الله، هتبقى ليلة زي الفل. أنت بس طول ما أنت قاعدة خمسي كده وكبري عشان حدش يطل عليك يطلة ينفخ في وشك نفخة. أمال إيه؟ قولي يا رب بس. يا رب يا رب. يا رب إن شاء الله. والبت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وأنا أعمل إيه؟ البت بيضة وانا اعمل ايه؟ الفطير طالع ايه؟ عسل. يا رب الامور تمشي على خير يا رب. يا اختي هتمشي وان شاء الله ان شاء الله ليلتك مش هتبقى بيضة، ده هتبقى حمرة. صحي فرحانة لي يا جبرية؟ والله من قلبة فوزية، ده انا الود ودي كنت عملت الفرح 7 ليالي ورقصت لك كمان، واخوكي كان قتلني. بعد الشر عليك. ما انت زي اختي بردك يا جبريه. والله صح اختي حبيبتي. انت يا ابويا بيقول لي اذبح ايديك رومي. واحد هو ماله بخيلك ده؟ احنا عندنا كم فوزيه يعني، اذبح التنين اقول لك 3 يا بيت. حاضر يا امه، مبروك يا عمتي. الله يبارك فيك. مبروك. بقول لك ايه يا شمس، اطلع للسنيوره قولي لها تفز وتنزل تساعدنا، عبك ده ولا هي هتفضل راكده يعني في السرير تبدو تفجس؟ حاضر يا اما. جبريه انا صراحه لسه خايفه وقلقانه. يا بنت ما تخافيش يا بنت، سيبيها على الله، هتبقى ليله زي الفل. انت بس طول ما انت قاعده خمسي كده وكبري عشان حدش يطل عليك يطلة ينفخ في وشك نفخه. امال ايه؟ قولي يا رب بس. يا رب يا رب ان شاء الله. والبت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا اعمل ايه؟ البت بيضه بيت بيضة وأنا أعمل إيه؟ أيوة ندى، تصدقي كنت لسه هكلمك، القلوب عند بعضيها. لا لا حجي، أنا مشغول الأسبوع ده، حاجة مهمة حاجتي. طيب يا عمر أخلص النهاردة ويعدي وجاي لك فريري. ها مبروك يا فوزية. الله يبارك فيك يا عبد الحكيم. مبسوطة يا أختي؟ مبسوطة قوي قوي. طيب خلصي اللي بتعمليه وتعالي المكتب عشان عايزك في حاجة مهمة. خير يا أخوي؟ خير خير إن شاء الله، مستنيك. حاضر. استر يا رب. فعلا دي جثة دلال. يعني أنا كان عندي حق؟ بس الغريبة ان احنا نلاقي جثة دلال بسرعة قوي كده، وفي جثث كتير ما نعرفش عنها حاجة. طب احنا مالنا يا باشا؟ بدي ولا بده؟ على العموم انا جاي على اعتبار ان اللي قدم البلاغ شاهد بنتك. مظبوط، انا اللي قلت لها، لاني قلقت على دلال، رحت لها البيت لقيت الطبيخ حمضان وبقاله كام يوم والعجين محطوط على الطبلية، يعني كان بقاله فترة، عشان كده قلت لشاهد تروح لحضرتك وتبلغ. طب تفتكري فعلا بالك كده مين ممكن يكون عمل العملة السودة دي؟ مش غريبة شوية إن حضرتك بتسألني أنا؟ المفروض ده شغلكم أنتوا. بس أكيد قلقك ده يعني مش من فراغ. طبعًا، لأن دلال قالت لي هعدي عليكي، وفات كام يوم وما عدتش، فعشان كده أنا قلقت ورحت دورت عليها. ماشي يا ست كريم، أستأذن أنا. الشاي يا باشا. ألف هنا. الست الكريمة قالت لك؟ قالت لي على إيه؟ إيه ده؟ ما قالتلكيش ولا إيه؟ هو انت تقصد ايه يا عمد؟ ايه اقصد انا طلبت يدك. طب انا عارفه انك طلبت ده. امال بتقول ليه ما قالت ليش؟
أنا عارفة كل حاجة يا عمدة من أول يوم عيني جت في عينك، وأنا عارفة إنك عايزني. يا سلام يا سلام على الكلام الزين يا ناس. لا مش زين ولا حاجة. ليه بس يا بنت الناس؟ كده عشان يوم ما أتجوز لازم أتجوز راجل ولا كل الرجالة. وإيه الكلام اللي يفور الدم ده؟ خدي بس يا بنت الناس. في إيه يا بنت الناس؟ أنا راجل وسيد الرجالة كمان. أيوه وانا برضو لازم ابقى عارفه انت هتبقى قد اللي هطلبه منك ولا لا. كده ان شاء الله حبك كده. ايه خير عاوز ايه؟ ايه خير عاوزه ايه؟ هي دي الطريقه اللي هتعاملني بيها يا عمده؟ لا من اولها كده يبقى كل واحد بقى يروح لحاله. انت بصراحه كلامك يعني فور نفوك. وانا ما عنديش منع يا عمده ومش هلاقي اللي احسن منك. اهو ده الكلام. بس الاول لازم توعدني. اعتبريني وعدت. الله مش لما تبقى تعرف الأول. الوعد بتاعي صعب شويتين. أعرف الأول وبعدين أبقى أوعد. من غير ما أعرف اعتبريني موافق. قولي يا عمدة، هو أبويا كانت أرضه قد إيه؟ يعني ورثه لو كان خده من جدي الله يرحمه كان هيبقى قد إيه يعني؟ كتير. يعني أنت عارفه كويس؟ ايه اعرف كويس، ولو ما عرفتش نروح الجمعيه الزراعيه تقول لنا على كل حاجه. حلو الكلام ده. ابويا كان له حق ولا ملهوش يا عمده؟ ايه ليه حق. هتعرف تجيب لي حق ابويا؟ ايه من عين التخييم. طيب اذا كان كده بقى يبقى انا ما عنديش مانع. ايوه وانا ما عنديش مانع. الكرتونة! تفضلي 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 اركب اركب. طلعتني يا سلام ريحت قلبي. سوق يا راجل سوق يا راجل. تعال يا فوزية تعالي. ايوه يا اخويا. مش قادر اقول لك قد ايه انا فرحان. النهارده اسعد يوم في حياتي. حسن مرته حامل، يعني فرحك زيه وجاب الخير والهنا والسعاده كلها. فرحك بالف فرح. ربنا يخليك ليا يا اخوي ويفرح قلبك. اوعي تفتكري يا فوزيه ان انا ممكن اقصر معاكي او قلبي يكون مشغول عنك. لا عارفه يا اخوي عارفه. أنا عارف عارف إن محروس فقير وغلبان محلتوش حاجة ومش هيقدر يحقق لك اللي أنت عايزاه. امسكي. إيه ده؟ كل ده ليا أنا؟ أيوة فوزية، ولو عايزة يا أختي قد إيديه مرة واتنين وعشرة أنا تحت أمرك. أيوه عايزة، قصدي كتر خيرك يا أخوي، أنا مش عارفة أقول لك إيه. لا تقولي ولا تعيدي، أنا بس عايزة أوعيك يا فوزية، خلي بالك محروس مش سهل. سايق عليك النبي يا أخوي، سيبني أفرح، ما تقولش حاجة تضايقني. أنا مش عايزة أضايقك ولا حاجة، أنا بس بوعيكي. يلا يلا قومي شايلي حالك يلا. كتر خيرك. الحمد لله. شفتي يا بنتي يا ناديه؟ المأمور كان هياكلك بعيني اكل. شفت؟ انا هفتحه في الموضوع. ايه؟ ايوه احنا لسه هنستنى اما يفكر ويخطط ويجي يطلب ايدك. يا عبيطه المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. ايوه يا عمتي بس يعني ما تبسبسيش، اعملي اللي بقولك عليه يا عبيطه. طب في حاجه عاوزه اقول لك عليها. قولي يا نن عيني. شمس بنت عبد الحكيم مالها؟ حبله. حبله؟ وعرفتي منين؟ من واحده صاحبتي شمس قالت لها وكانت فرحانه على الاخر.
تفكري في اللي بفكر فيه. البيت الكبير مش لازم يبقى فيه عيل تاني غير ابن ريتال وبس. سمعتيني؟ مبروك يا محروس. الله يبارك فيك يا بالحاج. لازم تعرف ان الهنا والسعد جمله حد عندك وترموا تحت رجليك، يا تشوطه تحطها فوق راسك وتحافظ عليها. في عينيا يا بالحاج. غصب عنك، غصب عنك في عينيك. ها؟ ولو فكرت انك تضايقها او تدوس لها على طرف انا اللي حقف لك. خدامك يا بالحاج. لا انت مش خدام انا، انت خدامها هي، ستك، خدامها وتحت رجلها هي. فاهم؟ فاهم يا بالحاج. نفس الكلام اللي كان بيقوله لي يوم فرحي على بنته. واقف ليه؟ يلا اطلع لعروستك، ادعي ربنا انه يوقف جنبك. يلا يلا. عن اذنكم الف مبروك، الف مبروك. ربنا يسعدك يا فوزيه. وقفت ليه؟ على فين يا حلو؟ طلعني تنامي؟ احنا عندنا هم ما يتلام، وكمان صينية العروسة لازم أن تتحضر. أمال إيه، عرسان جداد ولازم أن يتجو ولا إيه؟ كان على عيني والله يا مرات عمي، أصل أنا بصراحة تعبانة قوي، والدكتور يعني محرج عليا إن أنا ما أشيلش حاجة وما أتحركش من مكاني، وكمان قال لي لازم تستريحي على ظهرك، يعني قال له كده يعني شهر. اسألي حتى حسن لو مش مصدقيني. وماله، نحسب الشهر من بكرة مش لازما من النهاردة. لا ما أقدرش، أخاف الواد يحصل له حاجة. اهدى، وكمان عرفت إن واد من أول أسبوع. واد وحياتك عندي يا مرات عمي. واد لا، واد ده إيه، دول اتنين. هما مش بيقولوا برضو إن الست بتحس بالحاجات دي؟ أنا بقى حاسة إن اللي ببطني دول اتنين مش واحد. صح، بس يعني ما شمس كمان حبلة وحتغير هدومها وتنزل تساعد. والله هي حر، هي مش خايفة على اللي ببطنها بقى، أنا مالي. مين قال كده؟ خايفة طبعاً، إحنا عندنا حاجة تانية نخاف عليها؟ طب إيه رأيك بقى إن شمس مش هتنزل ومش هتمد إيديها في حاجة؟ وبعدين ما البيت ده فيه حريم كتير ما يشتغلوا ويشوفوا شغلهم، ولا يا خالة؟ إيديها فتحي؟ مش القصد يعني، بس احنا ما صدقنا يعني. تقريبا كده انت وشمس متجوزين من زمان، يمكن من قبل مروان كمان، لكن انا بقى من اول شهر. عشان تعرف مراتك مفيش زيها. خلاص يا ريتال اطلع انت فوق. هي تطلع فوق وما كلامها ينزل الارض. ما عندها حاج يما، ما هي خايفه على تعب شمس. هو انا بتكلم على شمس يا حبه عين امك؟ يعني المقصود أنا يا مرات عمي. شفت بقى يا حسن؟ عشان تعرف أمك عاملة الليلة دي كلها عشان أنا أفضل شايلة البيت ده على قلبي طول الليل واللي ببطني ينزل. أنا مش عارفة أنت بتكرهيني ليه؟ عملت لك إيه أنا؟ مش طايقاني ولا طايقة اللي ببطني؟ أنا مش هقعد في البيت ده ولا دقيقة واحدة. عمي خير يا ريتال؟ عايزاك يا عمي، انا زهقت والله بجد زهقت. خير يا بنتي؟ في ايه؟ ريتال اطلع على فوق، مش عايز كلام كتير. انا مش هطلع فوق، لازم عمي يعرف كل اللي حصل. وماله يا حلو، احكي له اللي حصل. اسمع يا عمها. حصل يا ريتال؟ يرضيك يا عمي اشيل واحط في البيت؟ هو انا وشمس يعني شويه، ولا هو احنا اصلا شويه؟ المفروض اللي زيي وزي شمس يتشالوا فوق الراس عشان العيال تيجي مربربه كده وصحتها كويسه، مش تيجي معدومه. ومين اللي قال لك اشتغلي؟ مرات عمي. جريه جبريه ابعتها تيجي بيت تخدمك
وتخدم البنات كمان وريح دماغ. وماله؟ حاضر يا سيدي، اللي تقوله يتنفذ. خلاص يا بنتي خلاص. ايه بس مالك؟ مالي ايه بس يا محروس؟ مالي ايه؟ بقى دي الفرح ده؟ دي اقل واحده في البلد اتعمل لها فرح احسن من ده مليون مره. بس مفيش حد في حلاوتك ولا في جمالك يا فوزيه، ولا حد في البلد دي حظه زي حظي. لا انا مجهوره. ولا حد لبس الذهب اللي انت لابساه ده يا فوزيه. شفت عبد الحكيم وجمال هداياه؟ عبد الحكيم وجمال هداياه؟ هو يعني كان دافع حاجه من جيبه؟ تقصد ايه؟ لا ما اقصدش، خلينا في اللي احنا فيه. لا اعرف الاول تقصد ايه. اقصد ان احنا لو بصينا على الفلوس فانت اللي ليكي كتير قوي راسك براسه، واذا كان يعني هو بيديكي حاجه ولا بيجيب لك حاجه فده مش من جيبه، ده حقك يا فوزيه. ايوه بس ما كانش مجبر يعمل كده. طبعا صح، انت بتتكلمي صح، ربنا يخليه لك ويحميه. بس انا حبيت اقول لك علشان بس تبقي فاهمه ان محدش له عندنا حاجه ولا خير علينا في حاجه. بصراحه يا فوزيه بقى انا حاسس ان انا مقصر معاكي وصغير. لا ما تقولش كده، مش مهم مين جاب، المهم اللي في القلب. والصراحه يعني هو الفرح صح كان مزعلني، بس المهم اننا بقينا مع بعض. بس انا عاوزك توعدني. اوعدك؟ ايوه اوعدني ان انت تبقى حنين عليا وتحطني في عينك وما تزعلنيش ابدا. ازعلك؟ الهي لو زعلتك لا يجي لي شلل الرعاش. الهي لو زعلتك ولا بصيت لواحده غيرك عيني دي تتنفخ لبره كده وتقع ما اشوفش تحت رجليا. بعد الشر هتجوز بعون اياك. المهم بس تفضلي راضيه عني. مروان تعال. الكبير كبير بأفعاله تصرفاته، ها؟ كبير لما يبقى كتفه بكتف أبوه وكلمته بكلمة أبوه. أقعد. لما قلت عليك الكبير عشان طرازين مش عشان كبير بالسنين، لا عشان انت اللي بتخاف على البيت ده، تخاف على الارض والمال والتجاره، عشان فاهمني كويس وعارف انا هقول ايه من قبل ما انساني ينطبوا. كنت فين؟ كنت عند فريده. من يوم ما اتجوزت فريده انا سالتك ليه؟ عملت كده ليه؟ سبتك. عارف ليه؟ لأنك راجل وبتوزن الأمور الصح، عارف أنت رايح فين وبتعمل إيه والمين. قلت وماله؟ هي فريدة عتبة وهيخطيها حقك، وأنت متجوز واحدة خلي نهارك ليل وليلك نهار. وفريدة فرسة، مرة تاخد العقل والعين وتشغل البال، بس مش عارف ان الخطوة اللي بتخطيها دي خطوة ضعيفة ملهاش معنى. كنت فاكر ان زمام الامور في يدك، مش هي اللي تسوقك يا كبير، يا كبير عبد الحكيم. انت ساكت ليه؟
هتزعل مني يا ابوي؟ لا مش هزعل. قول. انا مش موافق على اللي بيحصل ده. مش عايز ابقى موجود ومحروس بيتجوز عمتي فوزيه. انا كنت فاكرك تاخدها على قد عقلها وهتقعد معاها وتعقلها وتقول لها هي مين ومحروس مين. كنت فاكر انك هتقول لها لو تقعد العمر كله من غير جواز ولا تنام لي انا جار محروس. ايه يا ابوي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عمتي تتجوز محروس الخدام ليه؟ انا كمان مش راضي على الجوازه دي. مش هقدر اقول لا. كنت عايز اتكلم واقول لا لا لا. كل ما ابص في عين عمتك فوزيه الاقي نظرتها بتقول لي حاجه اسكت. وفوزيه لازم تتجوز يا مروان. ليه لازم؟ ليه؟ ليه؟ عشان لازم تتجوز. ما فرطتش فيها ولا بعتها. ده قدر يا ولدي. قدر ومكتوب. ربنا سبحانه وتعالى عايز يكده. بس محروس هيفضل خدام عندي حتى وهو جوزها. هيفضل خدام مهما كان. المهم انت هتعمل ايه دلوقتي في موضوع فريده؟ مالها فريدة؟ لازم تطلقها. ايوه فريدة مش توبك يا ولدي. مش دي اللي تجيب عيل اللي يحمل اسمك. ها؟ انا من بكره هكلم امك عشان تشوف لك عروسه زين تتجوزها وتجيب منها عيال يحملوا اسمك. ايه؟ زي حسن. حسن؟ ايوه حسن يا ولدي. مرته حامل. مبروك يا ابوي. انت كمان. ها انت كمان لازم تتجوز وتجيب عيال يملوا علينا البيت ويبقى منهم الكبير ابن الكبير ابن الكبير. اللي تشوفه يا ابوي. لو حد من ولادك دلوقتي شافك هيبقى شكلك العسل ده قدامه ايه؟ لو انت فاكره انك هتفرد دلوعك في بيتي تبقي غلطان. ده بيتي انا وانا ست البيت ده وست كل الناس اللي فيه وكلامي يمشي على رقاب كل اللي هنا لحد يقول لي ليه ولا لا. فاهمه؟ اه. بتمد ايدك عليا؟ الحقني! عايزة تسقطي وترميني من على السلم! خبرك يا بنت مالك؟ عايزة تكوني سبب في موتي زي ما موت ابويا؟ ايه اللي حصل؟ مش قادرة. تعالي تعالي. ادخلي تعالي. في ايه اللي حصل؟ روح اسال امك. في ايه بس؟ قولي لي انت. حسن انا عايزاك تروح لامي وتحنن قلبها عليا شويه. انا بصراحه حاسه ان انا مهدور حقي في البيت ده. ما تزعلش مني حسن. انا بخاف من امك قوي. هي بصراحه تخوف. انا لازم امي تبقى جنبي يا حسن. اي نعم لما رحت لها هبت فيا وقالت لي يعني مش عايزه اعرفك تاني. بس انت لما تروح لها وتفهمها ان احنا بنحب بعض وان احنا ملناش دعوه باي حاجه من اللي بتحصل في البيت ده وان اللي جاي اهم وان هي هتبقى جده الواد هتسمع كلامك. صدقني انا عارفه امي. ماشي هعمل كده.
العمدة طلب ايدك يا زينب وعايز يتجوزك. وانا موافقة. انا عارفة ان انت موافقة. بس خلي بالك يا بنتي. لو خطيت الخطوة دي مفيش منها رجوع. لو سألك قولي له النهاردة قبل بكرة. انت واعية للي بتقوليه يا زينب. طول ما انت بتكلميها بالطريقة دي عمرها ما هتقولك لا. وعقلها ده هيفضل متلسم مش واعي للي هي بتعمله. ليه بقى ان شاء الله يا ست شهد؟ لان جوازها من العمدة غلط يا ماما. لا هو مناسب ليها فكريا ولا تعليميا. انا بس اللي حدد ايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب. بس انت مش واخده بالك للي انت بتعمليه. وانا بقى من حق انصحك. لا يا حبيبتي، روحي انت انصحي نفسك الاول. انا عايزاكي كده تقفي قدام المرايه وتبصي لنفسك حلوه قوي وتشوفي انت عملتي ايه. عملت ايه بقى ان شاء الله؟ عزت اللي كان بيحبك وبيموت فيكي، اللي كنت بتحاربي الدنيا دي كلها علشانه، دلوقتي ايه؟ خلاص بقى كخ ما ينفعش علشان فجأة بقى مش مناسب للمستوى المادي والاجتماعي اللي حضرتك بتحلمي بيه. وعشان اريحك بقى كده واجيب لك من الاخر، انا مش بتجوز العمدة علشان انا عايزه اتجوزه، انا بتجوزه عشان البلد دي كلها لازم تبقى في ايدينا. البلد اللي مفيش بني ادم فيها وقف لعبد الحكيم وقال له ادي بنات اخوك حقهم. البلد دي لازم يجي لها يوم وتعرف ان الحق حق وانه هيتاخد، وان البنات دول هياخدوا حقهم ومالهم، ومحدش هيدور عليهم ولا يقول لهم انتوا فين. ايه الشر اللي انت فيه ده؟ ده مش شر يا شهد، ده دين. ايوه دين يا شهد. البلد دي في كل بيت فيها في كريمه وبناتها، كل واحده في اي بيت نفسها ومنعينها تطلب ارضها وورثها وحقها، بس مش قادره تتكلم. عارفه لو اي واحده قالت انا عايزه ورثي ولا حقي، حاجه من الاتنين، يا تتطخ بالنار يا يتقطع لسانها. عارفه ليه؟ لان كلمه الحق مره وبتقف في الصور. لو كان بابا عايز بس. الله يرحمه، ابوكي هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي ده. ايوه ما بصليش كده، انا ما بغلطش فيه. لو كان وقف لعبد الحكيم وقال له يا اخويا انا عايز حقي وورثي، ما كناش اتمرمطنا كده وتلعب بينا الكوره، كناش مدينا ايدينا للي يسوى اللي ما يسواش. قتلوه، وانا متاكده ان عبد الحكيم ورا الموضوع ده، ومش بعيد يكون هو اللي خلى جبريه تعمل كده كمان يا ماما. انت فاكره يا زينب في اي حاجه في البلد دي بتحصل من غير امر عبد الحكيم؟ هنروح بعيد ليه؟ اخويا عبد السلام الله يرحمه لما جه طالب بحقه، كلمه الحق وجعت عبد الحكيم، عمل له ايه؟ طخه بالنار قدام عينينا كلنا. بس معلش، انا وعبد الحكيم والزمن طويل، انا هوريله إن الولاية دول هيعرفوا ياخدوا حقهم. بعد إذنك يا ماما أنا مش مش عايزة تمشي أنت كمان؟ يا صباح الهنا يا ست زينب. اهلا يا عمده. يا صباح الفل. ايه كيفك؟ ايه الاخبار؟ ازيك انت؟ ان شاء الله اكون كويس. والله مش كويس قوي يا ست زينب. ليه بس؟ ما نمتش طول الليل، قلبي بيوجعني. سلامة قلب. كنت عايز اقول لك كده على كلمتين. هو احنا مش خلصنا بقى ولا ايه؟ لا مش خلصنا ولا حاجه، بس انا كنت عايز يعني اقعد مع الست الوالده أقول لها حاجة كده. ماشي قول لها. وإيه اللي في يدك ده؟ قماش ولا إيه؟ قماش ده ما ينفعكيش، قماش ده شايط. أيوه شايط، لو كان في الطب ما كانتش رميت له غربة. ده تعبان.
القماش جاي للستات الغلابه اللي عندنا في البلد اللي بيمسحوا ويكنسوا، انما انت عايزه قماش من مركز او من مصر. متشكر يا عمد. الله يخليك. ما ايه ايدك بس. رايحه فينك دي؟ مروحه. تعالي اوصلك. ما بحبش حد يشوفني ماشيه مع حد. ايه يشوفك مع حد ولا اي حد؟ انا العمده زينب في مالك جرالي كيه. تعالي اركبي تعالي. ايدك طيب. حاضر اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا اتفضلي هات 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 يلا اتفضلي. يا اهلا يا اهلا شريط تنورت والله. اها اتفضلي. يا سلام. هيا نادي جهزتي اللي انا قلت لك عليه؟ عملت كل اللي قلتي عليه يا عمتي. طب روحي هاتي العربيه. انا جايه معاكي. طبعا هتيجي معايا، امال انا هروح لوحدي؟ بس بقول لك ايه يا حبيبتي، يعني يا ريت تقلعي الاسود. ايه؟ انا عارفه انه صعب عليكي بس لازم نعمل كده يا ناديه. عاوزه نقلع الاسود يا عمتي، وابوي لسه مرتاحش في تربته. صدقيني يا ناديه ابوكي هيرتاح يا حبيبتي اما تقلعي الاسود. معلش انا عارفه انه صعب عليكي بس نعمل ايه؟ احنا لازم نكمل المشوار اللي مشيناه، ولو رجعنا مش هيقوم لنا قومه. يلا حبيبتي.